الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم جميعا. صباح دريم، حلقة جديدة من صباح دريم، حلقة يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016. النهاردة إن شاء الله عندنا موضوعات كتيرة جدا، لسه مستمرين أكيد في مناقشة كل المواضيع اللي بتهم حضراتكم بتهم شبابنا كمان. عندنا فقرتين رئيسيتين النهاردة كالعادة. الفقرة الأولى الحقيقة هنبدأها بحاجة يمكن تكون بتدي طاقة أمل مختلفة جدا، وخصوصا لقطاع الشباب، قطاع الشباب اللي لسه لغايه النهارده في جزء كبير جدا جدا منه بيعاني من البطاله، سواء البطاله دي لانه هو فعلا مش لاقي سوق العمل اللي يوفر له او يقدم له المهام او العمل، طبيعه العمل اللي هو درسه اصلا في الجامعه، ودي طبعا حاجه احنا في مصر مشهورين بيها، انه خريج الزراعه بيشتغل في التجاره وخريج الكذا بيشتغل في كذا، يعني عندنا الموضوع ده طبعا احنا بنعاني منه بقالنا سنين، او سواء لانه هو نفسه الشاب مش ما عندوش الحماس ان هو يشتغل في شغلانه بيشوف انه هيشتغل فيها عدد ساعات كبير في اليوم وفي النهايه مش هتجيب له حتى المرتب اللي تقدر تخليه يكون حياه جديده يقدر يبداها. في كل الاحوال النهارده هنقدم مجموعه من فرص العمل بمعنى الكلمه. المجموعه دي مش احنا في صباح دريم اللي بنقدمها، احنا هنلقي الضوء عليها. اللي بيقدمها هو مركز التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة. إن شاء الله هيكون معانا ضيفنا الكريم المهندس محمود الشربيني وهو رئيس المركز، هيكلمنا أكتر وهيخص الحقيقة صباح دريم بأخبار سارة ربما بتذاع لأول مرة. دي الفقرة الأولى إذن عن المركز الصناعي التابع لمركز التدريب بوزارة الصناعة وتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب. دي الفقرة الأولى إن شاء الله اللي فيها حقيقي طاقة أمل كبيرة جداً. الفقرة الثانية فقرة خطيرة، لأنه حبينا النهاردة في صباح دريم نقدمها لحضراتكم علشان نحذر بعض ونحذر حضراتكم من عمليات تجسس الحقيقة بتتم على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا زمان ايام رأفت الهجان وما قبل ذلك وما بعد ذلك بسنوات قليله كانت فكره التجسس دي اللي هو تزرع واحد جوه نظام مخابرات معين في دوله تانية فيجيب لك اخباره كده. النهارده التجسس اخذ اشكال مختلفه تماما، وده طبيعي لانه كل حاجه اتغيرت، العصر نفسه كل حاجه فيه اتغيرت. لكن بنتكلم النهارده على خطر كبير قوي موجود عند اغلبنا. بنتكلم على الايباد اللي حضرتك ماسكه في ايدك او التابلت، بنتكلم على الموبايل اللي حضرتك ماسكه، بنتكلم على البي سي او اللابتوب، بنتكلم على بقى البرامج اللي فيها وبنتكلم على الانظمه اللي فيها، بنتكلم على فيسبوك وعلى تويتر وغيرهم، وخصوصا لما تعرف انه في دول كامله واجهزه استخباراتيه كامله بتعرف تتجسس على مواطني دول أخرى أو على أنظمة دول أخرى فقط عن طريق التكنولوجيا الحديثة من تويتر وفيسبوك وغيره. ده موضوع مهم جدا. هيكون معنا إن شاء الله خبير الأمن، أمن المعلومات، المهندس وليد عبد المقصود، هكلمنا أكتر في الموضوع ده ونفهم منه إيه آخر الحاجات المستحدثة في عالم التكنولوجيا اللي نقدر إحنا كمواطنين ناخد بالنا منها. ده لو يعني في حاجة في إيدينا نقدر ناخد بالنا منها علشان على الأقل يبقى في احترام للبرايفسي أو الخصوصية بتاعة كل واحد فينا في رسائله، في إيميلاته، في شغله، في صوره، في أي حاجة شخصية تتعلق بيه. قبل ما نروح لكل الكلام ده يلا بينا نبدأ مع بعض في قراءة سريعة مع فنجان القهوة كده أو كوباية الشاي لأهم الأخبار المحلية والعالمية. هنبدأ أخبارنا المحلية بأولى الأخبار من المصري اليوم. والحكومة ترفع الدولار إلى 8 جنيه و25 قرش بالموازنة الجديدة. بدأت الحكومة إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر 8 جنيه 25 قرش للدولار، انخفاضاً من 7 جنيه 75 قرش في السنة المالية الحالية، ارتفاع مش انخفاضاً. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين حكوميين أمس الاثنين أن سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة يعني أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي هربت منذ 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه، وهو من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، يرتفع إلى حوالي 16.4 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، ما يصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري. الخبر الثاني من اليوم السابع، وأعتقد أنه كان أحد أكثر الأخبار انتشارا ليلة أمس، وهو عن المستشار سري صيام: لا رجع في استقالتي، ومن وصفوها بالهروب لا يستحقون الرد. أكد المستشار سري صيام رئيس محكمة النقد الأسبق وعضو مجلس النواب المستقيل في رده على سؤال بشأن إعلان البعض التواصل معه لمحاولة إقناعه بالعدول عن استقالته، أن الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها مهما كانت الضغوط، مشددا صلة انقطعت بمجلس النواب نهائيا. وأضاف سري صيام في إجابتي على سؤال آخر بشأن ما يقوله البعض بأن استقالته تعد هربا من المسؤولية في ظرف صعب ودقيق، قائلا: هؤلاء لا يستحقون الرد. كان المستشار سري صيام رئيس محكمة النقد الأسبق وعضو مجلس النواب المعين قد أعلن أمس أنه تقدم باستقالته من البرلمان متابعا: مفترض تقدمها لرئيس المجلس، لكني قدمتها للأمانة العامة، وهذا الأمر يعد من اليوم صفحة طويت ولن أتحدث فيها أبدا. معنا على الهاتف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على ستك وعلى مصر كلها. صباح. دكتور شوقي، حضرتك إزاي بتقرأ استقالة المستشار سري صيام المعين، وهي السابقة الأولى من نوعها في مجلس النواب؟ يعني عدة نقاط مهمة. واحد، هذه الاستقالة حقه 100%، يعني من حق العضو إن هو يتقدم باستقالة، يقول والله يا جماعة أنا مش عاوز أبقى عضو مجلس النواب، ده حقه المطلق. طيب، انما اذا كانت يعني الشرط اللي موجود في الماده 111 من الدستور، الماده الوحيده تقول يقبل مجلس النواب استقاله اعضائه، يعني المجلس والذي يقبله، ويجب ان تقدم مكتوبه، ويشترط لقبولها ان ما يكونش في اجراءات خاصه باسقاط العضويه عنه. ما يكونش في اجراءات خاصه باسقاط العضويه، يعني ما يكونش خرج على مقتضى الواجب، يعني مساءل تأديبيا، فبيبادر المساله ان هو بيقول لا انا استقلت هي يا جماعه، ولانه قادم على اسقاط العضويه. فاحنا مش في الحاله دي. احنا في حاله ان مستشار سر صيام يعني قدر انه يعني لا يحب ولا يرغب ولا يستحب انه يستمر في عضويه المجلس. نعم. طيب، الاسباب ايه؟ قدمها مكتوبة، من حقه أن يصر عليها ولا يعدل عنها، من حقه. إنما هي الرسالة المهمة، الأسباب، إنه يعني زي ما قال إنه يعني كأنه محمش في المجلس. دي رسالة للمجلس. هذه رسالة للمجلس، أن المجلس عندما يتعامل مع الأعضاء ويتعامل مع الخبرات لابد أن يحسن التقدير ويحسن الاستفادة، لأن هذه الاستفادة مش للمجلس ولكن لأعضاء المجلس، وده هينعكس على أدائه. نعم. أنا في رأيي الشخصي مع شاسر الصيام صديق عزيز جدا، استعجل. أنت تعمل في مجلس نواب، هذا المجلس له صبغة سياسية بكل تأكيد، يعني عمل هو مش عمل تشريعي وبرلماني بالدرجة الأولى، ولكن هناك عمل سياسي. كل اللي موجودين من النواب أغلبهم يعني عملوا في السياسة أو على الأقل قليل الخبرة في السياسة. يعني استعجل، يعني مدة المجلس شهر، ده عتابي وعتابي للمصلحة العامة، قامة كبيرة، خبرة كبيرة جدا. إنما أنت تتعامل مع قرابة 600 عضو، في منهم مختلف المشارب والهويات والخبرات والسن مختلف إلى آخره، وبالتالي نعم. عليه أن يتحمل. طبعا لا أطالبه أن يتحمل أكثر من طاقته، ولكن الواجب كان يقتضي إن أنا أستنى شوية، وخبرتك وعلمك وشخصيتك نعم هتفرضها على الجميع، وهيحملوك على الأعناق بعد شهرين، بعد 14 أشهر، بعد 15 أشهر، تغليبا للمصلحة العامة. إنما واضح إن هو لم يستطع أن يتحمل، وبالتالي طبعا حقه إن هو ما يقدرش يضغط على نفسه أكثر من كده، وانتظر شهرا. وزي ما قال الأسباب، إنه لجنة إعداد اللائحة مش موجود فيها، لجنة بعض مقابلات شخصيات عامة مش موجود فيها، وهو نعم. يعني أشعر أن هناك تهميش
لشخصيته ودوره، وبالتالي من حقه ان هو يعني سواء كان ذلك غضبا او احتجاجا، ولكنها رساله مهمه للمجتمع. طيب انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، لانه كان الحقيقه مهم جدا ان احنا نعرف كيف ينظر لهذه الاستقاله قانونيا ودستوريا. طيب فاكرين حضراتكم من 3 أيام قصه السجاده الحمراء اللي كانت سجاده ولا كانت بلاستيك ولا كانت موكيت ولا كانت ايه بالظبط؟ فاكرينها. ننسى بقى السجاده ونتكلم في الخبر ده عن الموضوع اللي كان ما بعد السجاده، اللي هو اساس الموضوع، اللي هو وحدات الاسكان الاجتماعي. من المصري اليوم شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي. افتتح الرئيس او شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي 115 الف جنيه للوحده تسدد على 20 عاما. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي مشروعات سكنيه في مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينه السادس من اكتوبر، واعلن السيسي توفير 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم المشروعات السكنيه وبناء 100 الف وحده سكنيه جديده خلال العام الحالي، مضيفا لابد ان يشارك المصريون في بناء التحدي، ولازم المصريين يعرفوا حجم الجهد والتحدي المطلوب ليكون هناك امل حقيقي للناس، لان اللي بنعمله ليس كافيا ولا بد من التصدي لقضايانا بجد. ويقام المشروع الذي بدا في 18 محافظه في 2014 على مستوى الجمهوريه، وخصصت هيئه المجتمعات العمرانيه مبلغ 26 مليار جنيه ضمن خطتها المقترحه لمشروعات هيئه المجتمعات العمرانيه واجهزتها للعام المالي 2015-2016 بحسب المنشور على موقعها الرسمي، وبخلاف 5 مليارات جنيه مقترحه للعاصمه الاداريه و2 مليار جنيه لمشروع مليون فدان. ويبلغ سعر الوحدة 90 مترا كاملة التشطيب نحو 115 ألف جنيه تسدد على 20 عاما بقسط يبدأ من 480 جنيه في الشهر وزيادة سنوية نحو 7% بحسب الشروط المعلنة من هيئة المجتمعات العمرانية. إلى الشروق، ولسه كنا امبارح بنتكلم على التعليم، وكانوا ضيوفنا الكرام بيشرحوا لنا او يعني بيوضحوا لنا اعمده التعليم الاساسيه اللي علشان نظبط منظومه التعليم لازم الاعمده دي كمان تكون موجوده وتكون موجوده ومظبوطه. التعليم تطور المناهج في 3 أيام وتناقشها في 3 أشهر. اجتمعت اللجنه الوزاريه المشكله من قبل مجلس الوزراء لمناقشه ما انتهت اليه اعمال ورشه العمل الخاصه بتطوير مناهج العلوم والرياضيات لجميع الصفوف من الابتدائي وحتى الثانويه العامه، حيث يستغرق عملها 3 أشهر، في حين ان لجان تطوير المناهج استغرق عملها 3 أيام فقط. وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن اللجنة الوزارية صدر بها قرار وزاري وتضم وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب وأمين المجالس المتخصصة، مضيفا أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعاتها على مدار 3 أشهر داخل وزارة التربية والتعليم لتتقدم بعدها بتقرير نهائي يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، وبالتالي يتم طرح مسابقة لتأليف هذه المناهج تمهيدا لطبعتها وتدريسها. من الأهرام، واتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين مصر والإمارات. وقع الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإمارات أمس الاثنين اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين، ويأتي ذلك تأكيدا على العلاقات الوثيقة بين البلدين والعمل المشترك في كل المجالات العلمية. شهد توقيع الاتفاقية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور حسام الملاح رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بالوزارة. نرجع تاني للشروق وخبر عن التموين. اللي عنده أي مشكلة، أي مواطن عنده أي مشكلة متعلقة بالأوكازيونات اللي هي بتبدأ خلاص دلوقتي والسيل يعني اللي موجود طول فترة الأوكازيون الشتوي، يعمل إيه؟ يعمل التالي: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين طوال فترة الأوكازيون الشتوي. أعلن محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين عن بدء فترة الأوكازيون الشتوي من اليوم ولمدة شهر كامل، مؤكدا أنه من حق كافة المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون أو عدم المشاركة. وقال دياب إن شرط انضمام المحل التجاري للأوكازيون هو الحصول على موافقة مسبقة من مديرية التموين التابعة للتأكد من ترخيص المحل ومطابقة السلع المتواجدة فيه للمواصفات، وتابع: يجب أن يعطي المحل المشارك في الأوكازيون فاتورة للمواطن تحدد تاريخ البيع
ونوع السلعة المباعة والسعر قبل الخصم وبعد الخصم، مؤكدا أن هناك حملات يومية ستشن على جميع المحال طوال فترة الأوكازيون. وأعلن دياب عن الخط الساخن 19280 من أجل تلقي شكاوى المواطنين طوال فترة الأوكازيون من أي محل تجاري. موضوع الفواتير ده يا جماعة مهم جدا، ومش لازم يقتصر على أنك لما تدخل تشتري لبس، أي حاجة بتشتريها إن شاء الله قيمتها 10 صاغ، أي حاجة بتشتريها طالما بتدفع فيها فلوس من حقك كمواطن تاخد بيها ريسيت أو فاتورة، مش بس هدوم، أي حاجة ضروري جدا موضوع الفواتير ده، لأنه بيفرق جدا، وأعتقد أنه بيمنع حاجات سرقات كتير يعني وتهرب من الضرائب وغيره. الخبر التالي من الأهرام، وزير الآثار: تحويل مصور سرقة الأهرامات للنيابة، ولا تحملوني أخطاء الفترة الماضية. قال الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار إنه تم تحويل الصحفي الذي قام بتصوير سرقة حجارة الأهرامات إلى النيابة، مضيفا أنه استغل ركوب الكارتة لما لها من تصريح دخول إلى الأهرامات. وأكد ممدوح الضماطي أنه لم تتم سرقة أي جزء من الهرم سوى ما ظهر بالفيديو المنتشر على يوتيوب، مشيرا إلى أنه ممنوع دخول أي آلة حادة إلى المنطقة التي تم التصوير بها، وأشار إلى أن التعديات على المناطق الأثرية كانت منتشرة بشكل كبير وتم نهب الآلاف من القطع بعد ثورة 25 يناير، لكن الوضع الآن أفضل، قائلا: لا يجوز تحميلي عبء الأخطاء الماضية لأني لم أكن مسؤولا عن الوزارة من قبل، ولم أكن مسؤولا عن التأمين أيضا. لسه امبارح الحقيقة وطول الوقت في صباح دريم يعني بتكلم على فكرة التصريحات واللي احنا بنطلع منها إشاعات، وإن المسؤول كتير قوي بيقول تصريح بمعنى أو بقصد معين ولكن بيكتز من هذا التصريح ويتعمل عليه بقى فيلم وكده، فالناس تشعر بالإحباط وغيره. لسه كنت امبارح حتى بقول ده وضربت بيه أكتر من مثل الحقيقة في فقرة الأخبار بتاعتنا في البداية، لكن الخبر ده لما تقراه وتفتكر كده أنه لسه من 3-4 أيام قاري خبر تاني أنه الست اللي كانت في المترو وأمين الشرطة الذهب القلم على وشها قصاد الناس كلها، اللي حصل بعد كده إيه؟ اللي حصل بعد كده أنه الست دي طلبوا منها تدفع 400 جنيه غرامة عشان اتسببت في تعطيل المترو 2 دقيقة. شوف الدقة يا أخي لما تقرأ ده وتقرأ ده، يعني الصراحة تحس ان في حاجه مش مظبوطه قوي، وحاجه ملهاش علاقه بالتصريحات على فكره، هي حاجه ليها علاقه باللي بيحصل، باحنا ازاي بنتصرف في الاحداث المهمه. طيب المصري اليوم هنرجع له تاني، وخبر عن وزير الشباب الذي يشهد اطلاق حمله اخلاقنا لاحياء قيم المجتمع المصري. تحت شعار يلا نعيش بأخلاقنا، طلقت أمس الاثنين فعاليات الحملة والتي تهدف إلى إطلاق منظومة الأخلاق والقيم التي كان يتميز بها دوماً الشعب المصري ودفعها بشكل إيجابي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة العصر. وتهدف الحملة في مرحلتها الأولى لإحياء العديد من القيم كالحب والتسامح والرحمة والإحساس بالآخر والإنصاف والمبادرة والطموح والتعاون والإتقان والبساطة داخل أفراد المجتمع المصري. وقد أعرب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن حماسه بمشاركة ورعاية هذه الحملة، مؤكدا على أن هذه المبادرات ترتقي بمستوى فكر المواطن المصري وتقوم بدورها في التوعية بأهمية الأخلاق الحميدة وانعكاسها على المجتمع، مشيدا بالتعاون المثمر بين القائمين على الحملة وممثليها من نجوم الرياضة والفن والمجتمع. وأضاف أن الحملة سيكون لها شقان، أحدهما إعلامي يعتمد على إعلانات التلفزيون والراديو، وشق آخر يتمثل في أنشطة شبابية في جميع المحافظات بعد تدريبهم بمعرفة وزارة الشباب ومؤسسة أجيال مصر، كما سيتم إطلاق هاشتاج يشارك فيه الشباب المؤثرون على الإنترنت، لافتاً أن الفعاليات ستتضمن مسابقة تطرح أسئلة ومواقف في كيفية الإجابة والتعامل معها بأخلاق. جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشارك في فعاليات الحملة عدد من الشخصيات والرموز مثل أحمد عكاشة، مع حفظ الألقاب طبعا، محمد صبحي، محمود الخطيب، خالد صلاح، خيري رمضان، الأنبا يوليوس، جورج قرداحي، أحمد السقا، حازم إمام، أحمد حسن، وائل جمعة، أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني وغيرهم. هنشوف مع بعض تقرير له علاقة طبعا بحملة أخلاقنا وهذه المبادرة اللي زي ما قلنا من شأنها إن احنا نعيد غرز
مجموعة من القيم اللي كان الشعب المصري بيتمتع بيها وبيتميز الحقيقة بيها. فده الوقت دلوقتي ان احنا نسترجع معا هذه القيم. نشوف التقرير مع بعض. حملة أخلاقنا بدأت وقامت بشراكة من ثلاث جهات: وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة العصر، ومؤسسة أجيال مصر. أما العشر قيم اللي الحملة بتروج ليها هي الحب، الرحمة، التسامح، الإحساس بالآخر، الإنصاف، المبادرة، الطموح، التعاون، الإتقان، والبساطة. يلا بينا نبدأ حملتنا. حملة أخلاقنا ليست قاصرة فقط على الداعين لها أو المشاركين فيها، بل تمتد لتشمل جميع المصريين في الداخل وفي الخارج، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الموقع الرسمي لحملة أخلاقنا ومن خلال هاشتاج أخلاقنا. شكراً لكل من اقتنع بأننا في حاجة في هذا الوقت إلى تلك الحملة المباركة التي تعيد لمصر وجهها المشرق في تعاملها مع الحياة. مبادرة أخلاقنا أعتقد أن هي مش مجرد حملة وهتعدي، هي زي ما انت قلت كده هي بداية لان احنا نرجع القيم اللي احنا مفتقدينها، قيم كتيرة جدا ايجابية. انا بشوف ان احنا محتاج كل واحد في مكانه يوصل رسالة كده ان احنا محتاجين كلنا نكون سفراء اخلاق ويكون عندنا اخلاقيات زمان اللي احنا مفتقدينها. يعني المشكلة التي نعيشها الان جميعا هي مشكلة الاخلاق، التردي الاخلاقي اللي احنا شاهدناه يعني في الاونة الاخيرة، وده راجع لغياب كثير من القيم. فإحنا في هذه الحملة، حملة أخلاقنا، بنحاول نعيد إلى الأخلاق مكانتها. طبعاً الأخلاق لا شك أنها كل الأديان تدعو إلى الأخلاق، لكن الناس محتاجة من يذكرها دائماً. أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الحملة تلقى قبول الإعلام من كل الاتجاهات طبعاً، لأن إحنا عايزين جيل على خلق، عايزين جيل يرجع تاني يبقى المودة والمحبة بيننا وبعضنا كشعب مصري. أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن مشاركتنا دي تكون إيجابية وفعالة بمشيئة الرحمن. لما وصلتنا الفكرة طبعا إحنا ككنيسة رحبنا، وهيكون لنا نشاطات مختلفة الحقيقة. لما عرفت برنامج المبادرة في كذا نادي بكذا طريقة من شبابنا ومن أعمار مختلفة، يمكن نشرك من سن ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، إن شاء الله هيكون لنا دور هايل في المبادرة دي بإذن الله. هذا المبادرة هو في بلان محطوط أصلا للسوشيال ميديا والحاجات اللي هتتعمل الفترة الجاية. هم قالوا لنا هتعمل إيه والزيارات اللي هنعملها للأماكن اللي هم محددينها، وهنمشي على البلان دي وإن شاء الله تبقى كويسة. طيب نروح من هذه المبادرة، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله، وحقيقي دورنا كلنا في الإعلام إن احنا نشجعها، وبإذن الله كمان المواطنين نفسهم يشجعوها حتى بالأفكار كمان. إيه كل حاجة نقدر نعملها نقدر نرجع بيها القيم والأخلاق الحلوة اللي كنا بنسمع إنها كانت موجودة زمان ولسه في منها يعني موجود دلوقتي بس مش كتير قوي. نروح من هذا الخبر إلى الشروق، خبر بقى لهواة الكرة. الزمالك بالأبيض والأزرق والأهلي بالأحمر والأبيض في القمة 111. تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق والجورب الأبيض خلال مباراة الأهلي في القمة 111، والمقرر لها اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدوري، والتي تنطلق في 7 مساء. فيما يرتدي الأهلي الزي الأساسي لكونه صاحب الأرض القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوانب الحمراء، بينما يرتدي حارسي الأهلي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم نفس الزي باللون الأزرق. ويدخل الأهلي المباراة متصدراً لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة. نشوف مع بعض هذا التقرير عن مباريات أو تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.
في السابعة مساء تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالأسكندرية لمتابعة مباراة القمة رقم 111 بالدوري المصري. كثرت التكهنات والتوقعات وآراء الخبراء قبل أن تنطلق صافرة الحكم المجري فيكتور كاساي، لكن تبقى فعاليات اللقاء داخل المستطيل الأخضر تطيح بكل الكلمات والمعطيات. يدخل المدير الفني لنادي الأهلي عبد العزيز عبد الشافي هذا اللقاء ساعيا لتثبيت قواعد المارد الأحمر في الصدارة، على الرغم من علمه مسبقا بمساعي مجلس إدارة النادي بالتطلع للتعاقد مع مديرا فنيا أجنبيا قد يتم الكشف عن هويته بعد انتهاء المباراة. وعلى الجانب الآخر في المعسكر الأبيض بدا علاميد المدير الفني للزمالك القلق قبل اللقاء لما يعانيه من عبء كونه حامل اللقب، حيث أن البيت الأبيض لم يعد يرتضي بمجرد الظهور الطيب بعد حصده ثنائية الدوري والكأس الموسم المنقضي. لكل فريق تطلعات ودوافع قبل اللقاء المرتقب. الأهلي يسعى لخلق فارق من النقاط يضمن له بقاءه على القمة، في حين يسعى الزمالك لتقليص الفارق وتدارك الموقف قبل انطلاق الدور الثاني من البطولة. كريم عبد الكريم، صباح دريم. طبعا في حين ان كل رجاله مصر هيقعدوا الساعه 7 بالليل النهارده مستنيين ماتش الاهلي والزمالك، انا زي اي فتاه وسيده مصريه اصيله اول ما الساعه تيجي 7 ننزل عشان الشوارع بتكون فاضيه، نستغل الموقف ونعمل مشاورنا. دي خطط اليوم. نروح الى فاصل سريع جدا ونرجع نشوف مع بعض مجموعه الاخبار العالميه اللي اخترناها لحضراتكم النهارده. أولى أخبارنا العالمية من نيويورك تايمز، وبوتين انتصر فعليا في سوريا. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق نصرا فعليا في سوريا، وأصبح ذلك ممكنا بفضل عجز وتشتت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي جعلت من سوريا مقبرة دامية للمعتقدات الأمريكية. كتب روجر كوين في مقالاته بالصحيفة في عددها الصادر أمس الاثنين: سياسة بوتين في سوريا واضحة بشكل كاف، وتتلخص في تعزيز موقف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والاستمرار في قصف مواقع المعارضة وحتى الاستسلام وقطع أي محاولات للغرب في تغيير النظام باستخدام الثرثرة الدبلوماسية في جنيف ومنع تغيير الوضع في سوريا. خبرنا التالي في مجموعة الأخبار العالمية من الاندبندنت، والعقد القادم يحمل توقعات يقشعر لها الأبدان. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا لمعهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية ستراتفور يتناول أبرز التوقعات السياسية والاقتصادية العالمية خلال العقد القادم، وذلك بناء على الأوضاع العالمية المتدهورة حاليا. وبحسب تقرير ستراتفور فإن العالم سيكون خلال العقد القادم مكانا أكثر خطورة مع تلاشي قوة الولايات المتحدة ودول أخرى بارزة، كما سيشهد حالة من الفوضى والتراجع. التقرير توقع زوال سلطة الدولة في روسيا ما سيخلف فراغا كبيرا، فالعقوبات الأوروبية وانخفاض أسعار النفط وانهيار الروبل وارتفاع النفقات العسكرية وزيادة الانشقاقات الداخلية ستضعف قبضة الحكومة المركزية على أكبر دولة في العالم، وفي النهاية قد تتحول موسكو إلى سلسلة من المناطق المتمتعة بحكم شبه ذاتي كما توقع التقرير. أيضا أن تصبح أنقرة وواشنطن حليفتين وثيقتين، وذلك بعد سقوط العديد من الدول العربية. فالفوضى لن تنتهي من الشرق الأوسط في المدى القريب، وستكون تركيا هي المستفيدة الأكبر من هذه الأوضاع. ورغم تردد تركيا بالتدخل في الصراعات التي تحيطها في سوريا والعراق، إلا أنها ستصبح شريكاً لا غنى عنه للولايات المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مقابل مساعدة واشنطن أنقرة لإنشاء قواعد عسكرية في أرمينيا المجاورة. وأضاف التقرير إن تركيا بحاجة إلى تدخل الولايات المتحدة لأسباب سياسية وعسكرية، والولايات المتحدة لا تتوقع أن تتولى تركيا خوض الحروب بالنيابة في الشرق الأوسط. ده آخر أخبارنا النهاردة، والحقيقة الخبر ده ربما يكون رد واضح وصريح على كل من ما زال يتشكك في فكرة وجود مؤامرة على الدول العربية ومؤامرة على الشرق الأوسط ومؤامرة على ليبيا وسوريا والعراق واليمن وتونس ومصر طبعا وغيره وغيره. للعلم بس انه ستراتفور ده، يعني الصبح وانا بقرا الخبر الحقيقه حبيت اعرف معهد ستراتفور ده اللي بيطلع التقرير ده
هو معهد اسمه Strategic Forecast، وده في أمريكا ومعروف قوي، بيقولك إنه هناك ده من أشهر المعاهد الخاصة في أمريكا المتعلقة قوي بالتقارير اللي ليها علاقة بأنظمة الاستخبارات في العالم، وهم حياديين يعني، وإلا ما كانوش طلعوا تقرير زي اللي طلع دلوقتي ده، التقرير اللي بيقولك إن تركيا حسب اللي لسه قارينه حالا هي الأكبر استفادة من كل اللي بيحصل خصوصا في منطقة الشرق الأوسط ده. ده بس خبر لكل من مازال يتشكك في وجود مؤامرات حول الوطن العربي. دي كانت أخبارنا النهاردة، لحظات إن شاء الله ونبدأ فقراتنا تباعاً، فقرة عن توفير آلاف فرص العمل للشباب من خلال مركز التدريب التابع للمركز الصناعي بوزارة الصناعة، وبعدها خبر أو فقرة عفواً عن التجسس على مواقع التواصل الاجتماعي وإزاي ممكن تنتهك خصوصيتك وإنت قاعد في البيت كده بتبعت لصاحبك على فيسبوك أو رسالة على واتساب. وبالمرة كمان حنسأل كده، هو ينفع أي ست تعرف إذا كان جوزها بيخونها ولا لأ عن طريق الأنظمة دي أو عن طريق البرنامج ده؟ وربنا يقدرنا دايماً على فعل الخير. بعد الفاصل. الحقيقة أنه لو حضراتكم تفتكروا كنا اتكلمنا قبل كده عن مبادرة مشروعك لسه من يومين بالظبط، وكلمنا عن المبادرة دي وكان عدد كبير جدا من الاتصالات ما بين ناس عارفة المبادرة وكانت مقدمة فيها بس كان عندها استفسارات، وما بين ناس أصلا ما كانتش تسمع عنها كتير. وحتى يوميها كنا بنقول أنه محتاجين قوي يبقى الإعلام دايما بيلقي الضوء على هذه النوعية من المبادرات والمشاريع. النهاردة هيكون فيه إن شاء الله طاقة أمل جديدة نفتحها للشباب، عايزين نطمئن إن لسه فيه أمل، وإنه زي ما في ناس بتتكلم كتير قوي قوي وفي النهاية بتعملش حاجة، لا هو في الحقيقة في ناس بتشتغل ويمكن ما بتقولش ما يكفي عن عملها ده. عايزين النهاردة الحقيقة نتكلم عن أو يعني من ضمن الأماكن دي اللي احنا بنتكلم عنها مراكز أو مركز التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة. المركز ده نجح منذ إنشاءه الحقيقة في 2006 تقريبا، ولغاية 2015 كان عامل مجهود كبير قوي إنه يدرب حوالي 530 ألف شاب بتكلفة بلغت 1,135,000,000 جنيه، وده رقم كبير. السنة اللي فاتت دي بس مثلا 2015 قدر ينجح في تنفيذ أو نجح في تنفيذ المشروع الإماراتي المصري اللي استهدف تدريب ما يقرب من 80 ألف شاب وشابة في سنة واحدة، كمان الرقم ده كبير قوي. عن فكرة المركز ده والتدريب والآليات اللي بيشتغل عليها وإزاي بيتم تسخير طاقات الشباب فيها، كل ده إن شاء الله هنتكلم فيه مع ضيفنا الكريم اللي منورنا، المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بوزارة الصناعة. يا أهلا بحضرتك معنا يا باشمهندس. أهلا وسهلا يا فندم. اسمح لي بداية أسأل حضرتك عن طبيعة عمل مركز التدريب الصناعي، إيه طبيعة عمله وإيه هي اختصاصاته؟ تمام. مجلس التدريب الصناعي هو جهة تابعة لوزارة الصناعة بشكل مباشر، زي ما حضرتك تفضلتي تم إنشاءه في 2006. الغرض الرئيسي منها هو تجميع وتوحيد كافة الجهات التدريبية اللي بتدي خدمات تدريبية للمجتمع الصناعي، بهدف إن احنا يبقى عندنا عامل ماهر منتج طبقا لاحتياجات سوق العمل في الصناعة. ومن ساعتها زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ان احنا قدرنا ندرب فوق 530 ألف شاب وفتاة في كافة القطاعات الصناعية. ده من ساعة ما انشأته المركز من 2006. والتمويل الحقيقة تجاوز 1,100,000,000، وقدرنا ان احنا ندخل في موضوعات مرتبطة بالتشغيل، مش بس التدريب لمجرد رفع الكفاءة، بقينا ندرب لاحتياجات حقيقية في سوق العمل وطبقا لمهارات ومعارف حقيقية مطلوبة من القطاعات المختلفة، وبنعمل عمليات التشبيك ما بين الباحث عن العمل وما بين الراغب في العمالة المدربة. واحنا اضطرينا ندخل في دوت مش يعني تجاوزا منا عن حدود دور وزارة القوى العاملة، وهي مشكورة على الجهود اللي هي بتعملها، لكن نتيجة ان المخرجات المتاحة في السوق لا تلبي طلبات الصناع لان احنا أدرى بها قوي، احنا كن يعني متواجدين في اتحاد الصناعات المصرية فعارفين كويس قوي احتياجات الصناعية.
احتياجات الصناعه يا فندم، اسمح لي اقف عند هقول لحضرتك ده سؤال رائع الحقيقه. محتاجين احتياجات الصناعه عندنا في مصر يا فندم عشان ننهض في الاونه الاخيره اللي مرتبطه ارتباط كبير جدا بالمبادره اللي حضرتك قلتيها قبل اللقاء اللي مرتبطه باخلاقنا. تعرفي قد ايه الترابط؟ يعني ان في الاونه الاخيره ابتدى الصناع ما يطلبوش انا مش عايز هات لي واحد يا محمود ما يبقاش مش مهم عندي بيعرف ايه فنيا انا هدربه، بس هات لي واحد منضبط سلوكيا، هات لي شاب او فتاه تكون عندها قدره فهم عن ايه ثقافه عمل، يعني ايه تيجي في ميعادها، يعني ايه تشتغل في فريق عمل، يعني ايه تلبس اللبس المناسب في عملها، يعني ايه تتعامل مع زمايلها بشكل كويس بالظبط، يعني ايه تفهم عن ايه مدير، ويعني ايه كوليج، يعني ايه واحد زميل، ويعني ايه واحد مرؤوس، وايه اهميه مبادئ واخلاق العمل، ويتعامل بحكمه والكلام كل ده مرتبط باخلاق وسلوكيات، مش مرتبط بالفني. وقال لك الفني ده انا هديهوله، انا هعلمه على المكان بتاعي، ما تصرفش عليه فني. وده يدينا مؤشر خطير ان ده ما كانش مطلوب قبل كده. ما قبل من اوائل 2006 و7 و8 كان الاساس هي ازمه المهاره وليست ازمه السلوك. تحولت لاسباب او لاخرى الى دلوقتي اديني شاب او شابه كويسين اخلاقيا منضبطين وانا هعلمهم فنيا زي ما انا عايز. طب اسمح لي، شاب او شابه منضبطين اخلاقيا في مجال العمل، انا ماليش علاقه بحياته الشخصيه بره. تمام. يعني انا ماليش ان انا في الشغل اقف اتكلم معاه انت امبارح كنت بتعمل ايه او قاعد على القهوه الفلانيه او بتاع، صح؟ تمام، ده حقيقي، بس اكون صريح معاكي. المنضبط سلوكيا في العمل نادرا لما يكون مش منضبط خارج العمل، يعني اللي اللي فاهم اثكس، اللي فاهم اخلاق بشكل عام، سلوك لا يتجزأ يعني. بس عارف ليه يا فندم انا بقول الحته دي؟ عشان احنا في مصر هنا عندنا بنحب قوي 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 ننسى نفسنا ومشاكلنا وحياتنا وندخل قوي في خصوصيات الناس، فتلاقي انا اغلب وقتي بفكر اللي قدامي ده حياته الشخصيه عامله ازاي وهو وبيعمل ايه وبيتكلم مع مين وكده. فهي منظومه على بعضها ان احنا نحسن بس من السلوك كده وكل واحد يركز في شغله من الاخر. عندك 100%. هذا لا يمنع اطلاقا طبعا ان برضو عندنا رغم الجهود الرهيبه من وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني على مدار السنين اللي فاتت في تخريج طالب فني عنده المهارات الكافيه طبقا لسوق العمل، الا ان لحد الان ما هياش كافية ولا انها بتلبي الاحتياجات بالشكل الكبير. فاحنا عندنا برضو مهارة، يعني ازمة مهارة، لكن بقت دلوقتي تتناسب او تتوازى مع ازمة السلوك. فده اللي محتاجه الصناعة. المجلس عمل ايه وحضرتك انا مشكورة ذكرتي الموضوع المصري، المشروع المصري الاماراتي التدريبي من اجل التشغيل، وانا ما اقدرش اذكر هذا المشروع من غير ما اثني واشكر القيادة والشعب وحكومة الامارات اللي كان الحقيقة لو ما كانوش دعمونا خلال السنة اللي فاتت ما كناش هنقدر نحقق هذه النتائج. وأحب أثني على فهمهم واقتناعهم بأن الاستثمار في البشر لا يقل بأي شكل من الأشكال عن أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في أي مشروعات تنموية أخرى. هم عندهم هذا الفهم الحقيقة، هم دي ثقافة عندهم، وبالتعاون معهم خلال السنة اللي فاتت قدرنا ندرب فوق 80,000 وفي مجالات بمنتهى الاحترافية، حسننا جودة العمليات التدريبية، دخل معانا مراكز تدريب ما كانتش بنقدر ندخلها معانا وبتدي شهادات معتمدة على رأسها الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية البحرية، شهادات قوية جدا لما يروح بيها الباحث أو الباحثة عن العمل لمصنع أو لشركة ويقول أنا حاصل على هذا التدريب من هذه الجهات بيتاخد فعلا لأن هم واثقين في قوة الشهادة وفي جودة التدريب. فأنا بأثني على ذلك وأشكرهم أن هم دعمونا، وأتمنى أن هذا الدعم يستمر خلال السنوات القادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب نتكلم بقى على مركز التدريب نفسه، ونتكلم على فكرة مئات الآلاف اللي لم يكن ملايين من الشباب اللي ممكن تستفيد منه. إزاي يا فندم هتستقبلوا طاقات الشباب دي وبناء على إيه؟ وهل أي شاب دلوقتي بيتفرج علينا يقدر يجي يقدم ويقول لكم إحنا عايزين نشتغل وعايزين فرصة عمل أو فرصة تدريب؟ ده بالتأكيد. إحنا أهم نقطة بس إحنا ربطنها حاليا، تركيزنا الأساسي هو demand driven. يعني إيه demand driven؟ يعني مبني على الطلب 100%. إحنا مش أجلنا شوية فكرة التدريب لمن أجل التدريب، إحنا بيبقى عندنا طلبات من الشركات وتجاوزنا حدود الصناعة، احنا بنخدم حتى شركات في السياحة وفي التشييد والبناء وفي الاي تي، بناخد منهم الطلبات متوصفة كويس، انت عايز ايه من المعارف والمهارات والجدارات، وباخدها انقلها لباحث عن عمل، وفي نهاية التدريب بتاعه بديله شهادة التدريب اللي اتخرج التست بتاعه، وبديله صورة من العقد اللي هو هيشتغل بيه في الشركه اللي مستنياه لما يتخرج. تمام. وبالتالي ما بقاش
بقى كل واحد هيجي يتدرب هو عارف كويس قوي ان هو في نهايه تدريبه لو نجح والتزم هيحصل على وظيفه مستنياه متفق عليها مسبقا، وعارف هيقبض كام وعارف تامينات ايه وصحيا واجتماعيا. اذا احنا دلوقتي موقفين التدريب من اجل التدريب زي ما حضرتك ذكرت. نعم. وبندرب بحسب احتياج بحسب احتياج سوق العمل بالزبط. بنعرف طلبات الشركات وجهات العمل ايه وندرب على اساسها. بالظبط كده. رائع. بالظبط كده. فهو متاح جدا، وعايز يعني برضو زي حضرتك قلتي دي بشره امل في بدايه السنه الجديده. عايز اعلن من برنامج حضرتك عن ملتقى توظيف، أول ملتقى توظيف يعمله المجلس السنة دي هيبقى يوم الجمعة والسبت الجايين. فهيبقى في مبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية في أرض المعارض من مدخل صلاح سالم. وعندنا 65 شركة صناعية وخدمية مقدمة 15,000 وظيفة. رائع. ده الخبر ده احنا سعداء جدا ان احنا في صباح دريم باول واحد يعرف هذا الخبر الحقيقه. طب رائع والله. رائع. فانا اتمنى لكل اللي بيسمعونا سواء من الاهل او من الشباب يشرفونا وهيشوفوا نوعيه الوظائف. عشان اسالك يا عم دول بيشغلونا في حتت مش عارف ايه، لا ده انا بيضحكوا علينا وبيدونا 700-800 جنيه، الكلام ده مش مظبوط بالمره. انا عايزه هو يروح ويشوف ويقيم اللي معروض بنفسه. شبابنا ما شاء الله عليه. يروح وما تسمعش بس للايه للمؤشرات السلبيه ولا لا، روح وشوف بنفسك. 15,000 وظيفه فيها اكتر من 3,300 وظيفه لحاملي المؤهلات العليا، والأغلبية 10,500 وظيفة تقريبا للمؤهلات المتوسطة، وفي 1,000 وظيفة بدون مؤهل. يعني في بعض الشركات عايزين مش عايزين حتى بدون مؤهل، يكفي أنه يستطيع القراءة والكتابة. ونوعية الوظائف بتبتدي عندنا ناس عايزة مهندسين ومهندسين برمجيات، في شركات داخلة معانا في كده، وفي محاسبين وفي مديري حسابات ومراقبين جودة، وفي عمال إنتاج وفي عمال مخازن وعمال مناولة. فهيلاقوا تنوع كبير جدا من الوظائف. فأنا أدعوهم يوم الجمعة والسبت القادم بإذن 12 الله. و13 يشرفونا في مبنى صندوق الاجتماعي للتنمية ويجربوا. طيب. اسمح لي هنا بس هنقول مرة تانية أنه إحنا سعداء جدا في صباح دريم أنه دي أول مرة الخبر بيتقال، هذه المبادرة أو البشرة الجميلة دي بتتقال عندنا هنا، بتنطلق من صباح دريم عن طريق ضيفنا الكريم المهندس محمود الشربيني الجمعة والسبت القادمين بإذن الله تعالى لو لينا عمر في قاعة أرض المعارض. نعم. مدخل من عند صلاح سالم. نعم. 65 شركة مقدمين 15,000 مقدمين 15,000 فرصة لوظيفة عمل. مزبوط. فياريت الشباب يجمع السي في بتاعه ويجهز نفسه وبإذن الله يكونوا موجودين هناك الجمعة والسبت. هناخد اتصالات من بعض السادة الجمهور معانا. هنبدأ من أسيوط. الأستاذ حسين صباح الخير يا فند. أستاذ سيد من القاهرة صباح الخير يا فند. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بيك اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا بيك. انا كنت شغال في السياحه يا فندم وكنت بدور على فرصه عمل في السياحه يعني. عندك كام سنه بس الاول؟ صباح الخير يا فندم. نعم؟ انا عندي بالظبط شهر واحد دوت اللي فات دوت تميت 30 سنه يا فندم. 30 سنه. ده مثلا يعمل ايه؟ ده نموذج كده. بس احنا عندنا للاسف الشديد يعني نتيجه الظروف اللي حاصله السياحه ما هياش زي زمان، نتمنى ان هي تعود مره اخرى. كتير جدا من اللي كانوا شغالين في هذا القطاع جم واخدوا تدريبات على بعض المهن اللي هي ما هياش في السياحه بس لا تبعد كثيرا، يعني في الهوسبيتاليتي، يعني هي في فن الضيافه بشكل عام. والشغل في بعض الشركات العالمية أو الشركات الكبيرة اللي ليها بعض المطاعم وسلاسل المطاعم الشهيرة جدا. بيحتاجوا الناس اللي عندهم خلفية في قطاع الضيافة. قدرنا ندربهم ونديهم بدايات بسيطة وهم كانوا متجاوبين أكتر كتير من غيرهم لأنهم عندهم على الخلفية كبيرة. وفي شركات داخلة معانا في الملتقى إن شاء الله اللي هنعمله يوم الجمعة والسبت. فأنا أدعو اللي زيه إن هم ييجوا ويشوفوا وما يقلقش، ودي مهمة جدا، ما يقلقش لو ما عندوش المهارات اللي توفروا توفر له الوظيفة دي. كل اللي احنا عايزينه بس ان هو مبدئيا هيسأل سؤال ولا اتنين من الشركات اللي موجودة، ولو الشركات قالت ده مقبول شكلا لسه موضوعا شكلا بس مقبول ليا، هندربه وهنديله كل المهارات ومش هتكلف ولا حاجة، بالكامل هتتحملها الوزارة. وعايز برضو أطمن الناس الشباب اللي بيتساءلوا دائما عن الأمان الوظيفي ونحن مش عايزين نشتغل في القطاع الخاص. عايز أأكد لهم أن كل 65 شركة اللي مشاركة مقدمة تأمين اجتماعي وتأمين صحي، ومقدمة انتقالات من وإلى الشركات أو ما يوازيها فلوس، ومقدمة وجبة ساخنة يوميا أو ما يوازيها فلوس، وبتقدم مرتب لا يقل عن صافي 1,200 جنيه
وانا مسؤول عن هذا الكلام. وبالتالي وهي بدايه، وانا عارف ان الشباب يقول لك ايه هيعملوا 1200، انا معاك 100%، بس انا بقول ده افضل من لا شيء، وده بدايه. والميزه في العمل في القطاع الخاص انك لو شاطر في القطاع الخاص مش هتستنى بقى دورك في سنين معينه او الكلام ده، ممكن بسرعه جدا دخلك يزيد. انا بشكر حضرتك جدا على انه اجاباتك واضحه قوي الحقيقه ومحدده. انا كمان عايز اسال على مثلا التليفون زي اللي جانا دلوقتي من استاذ سيد ده، لانه حضرتك عارف طبعا انه الفتره اللي فاتت دي قطاع السياحه زي ما حضرتك ذكرت طبعا كان في مشاكل كتيره جدا وما زالت، وفي فنادق ومنتجعات سياحيه بالكامل قفلت في شرم والغردقه وكده، وبالتالي في عدد كبير جدا من الشباب والعاملين بيها النهارده اما انهم بلا عمل او يعني قاعدين بس ما فيش تقريبا مورد رزق ليهم. لو هم عندهم بالفعل الهوسبيتاليتي بيزكس دي او مبادئ واساسيات فن الضيافه، لان هم اشتغلوا في الفنادق فمش عايزين يعدوا على مرحله التدريب دي، هل ممكن يقدموا السي فيهات عند حضراتكم؟ طبعا. وتحاولوا انتوا تعيدوا توظيفهم تاني في القطاع بتاعهم ده 100%. يا فندم احنا عندنا بننشئ حاليا ما يسمى ال LMIS او Labor Market Information System، يعني معلوماتيه سوق عمل، ومعلوماتيه سوق العمل ديت فيها كافه الباحثين عمل بصرف النظر هو عايز تدريب او لا، بصرف النظر هو عايز يشتغل في قطاع مخالف لمهاراته ولا لا، وبيبقى متواجد عندي. والسيستم دوت الميزه فيه ان هو بيعمل ما يسمى الالكترونيك ماتش ميكنج، او اللي هو بيشوف الطلبات بتاعتك او المتطلبات، بيوفق ما بين الناس اللي عايزه وظائف والناس اللي عايزة، وبيطلع لك لسته. ازاي يا فندم عندكم برامج للكلام ده؟ تمام. هي الكمبيوتر طبعا 100%. عندنا داتا بيس قويه جدا الحقيقه طبعا. وكل اللي انا طالبه بس من اللي طالبين او الراغبين على العمل يخشوا على الويب سايت بتاع ITC Egypt. لا هتقول لنا يا فندم تاني معلش، وحنزله يا شباب بعد اذنكم على الشاشه. تمام. ITC Egypt.eg هيلاقوا فيه هناك يقدروا ازاي يبعتوا، وهي ورقه واحده بس. واللي مش عارف واللي ما عندوش انترنت يشرفنا، احنا نقلنا مقرنا وبرضه هعلن ده جديد، اول مره اعلن ان احنا نقلنا مقر في المعادي في مبنى ورا المحكمه الدستوريه العليا 2 شارع 164. الشباب يشرفونا وهيلاقوا ناس مستنياهم، وهي ورقة واحدة بيمضيها وبتدخل على الداتابيز قدامه، وأول ما بيبقى فيه طلبات حقيقية تتوافق مع المعايير اللي قلتها لحضرتك، السيستم بينقي وبيطلع لنا لستة مباشرة، بيعمل الماتش ميكينج ده اللي حضرتك قلت عليه التوفيق ده، وبيطلع لنا اللستة دي، وبيتصل بيها ناس من المسؤولين عن برنامج التشغيل، بيتصلوا بالناس وبيقول لهم، بيحددوا لهم ميعاد، وبترسل مباشرة لرقم التليفون اللي هو حاطه رسالة محددة امتى الميعاد واسم الراجل اللي هيقابله والساعة كام، ولو مش مناسبه يبعت لنا يقول لنا ناخد له ميعاد تاني. فالموضوع بسيط، بس انا زي ما حضرتك تفضلتي في البدايه وقلتي هو ده موجود، مش ناس كتير عارفه طبعا، والاعداد وان كانت بالنسبه لنا مرضيه، وبنتكلم على 80,000 واحد تم تدريبهم، منهم 45,000 واحد تم تشغيلهم بالفعل السنه اللي فاتت، ستيل العدد مش كافي لحجم البطاله الموجوده، لكن هي محاوله، ولو تم تكرارها بقى المجلس ده في مجلس واثنين وثلاثة وخمسة في كل القطاعات، هتلاقي الأمور هتختلف طبعا. ومحتاجين، وده دعم الإعلام، وأتمنى أكيد. أن ده يعني تشرفونا حتى في ملتقى التوظيف ده هيحصل إن شاء الله، الناس بنفسكم وتقيموا التجربة بنفسكم بإذن الله. بإذن الله الجمعة اللي جاية دي، الجمعة والسبت، هيكون في كاميرا من صباح دريم، بما أن احنا بقى البرنامج اللي استقبلنا ده وعدي فندم، يعني البشرة الجميلة دي. وعايز أقول حركة على حاجة فندم، انه بجد احنا في صباح دريم هنا ده كان هدفنا من اول ما بدانا الانطلاقه الجديده للبرنامج، انه مش بس نكون برنامج صباحي عادي بيقول الاخبار ايه، احنا بندور بجد بايدينا واسناننا على كل المبادرات اللي فيها امل واللي فيها سعي والناس اللي عايزه تشتغل وعايزه تعمل حاجه للبلد بس مش عارفه تعمل ازاي. فده دورنا اللي احنا اخذناه على عاتقنا في صباح دريم. استاذ يحيى يا صباح الخير. خير يا فندم، اتفضل. انا يعني اولا بشكر قناه دريم على الاستضافه للاستاذ المهندس محمود شربيني، وبشكر وزاره الصناعه متمثله في المهندس محمود شربيني في المبادره الجميله جدا المهمه جدا بالنسبه للشباب المصري اللي بيدور على العمل واللي عايز يتاهل من جديد لدخل يخش سوق العمل المصري. لكن في حاجه مهمه جدا انا عايز اسال الاستاذ المهندس محمود الشربيني عليها. نعم. ما نصيب المعاق المصري في هذا المركز؟ صاحب الاحتياجات الخاصة. المركز عمل حسابه. المعاق. هل صاحب الاحتياجات الخاصة. تمام. مكان في هذا المركز
لان ده موضوع مهم جدا. عدد المعاقين في مصر بدون عمل مرتفع جدا جدا بالملايين. فهل انا بسأل السؤال ده عشان يعني انا معني بموضوع المعاقين في مصر. انا بشكرك جدا. يا استاذ يحيى جزيل الشكر. وانا على ما اعتقد اخر حاجه كنت قريتها انه احنا عندنا في مصر ما يقرب من 12 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصه. هل الناس دي كمان بطبيعه المشاكل الصحيه والجسمانيه اللي ممكن تكون عندهم معمول حسابهم في مبادرات الرائعه اللي بتنطلق بيها؟ انا هكون صريح مع حضرتك جدا عشان بس الناس تبقى فاهمه الوضع ازاي ومن غير مزايدات على هذا الملف، لان كان عليه مزايدات كثيره الحقيقه الفتره اللي فاتت. في مشكلة في موضوع ملف ذوي الاحتياجات الخاص. ايه المشكلة؟ ان لحد الان نسبة 5% ونسبة الشركات اللي بتشغل ذوي احتياجات خاصة وبيشغلوهم بالفعل تكاد تكون منعدمة. الشركات علشان تتجاوز نسبة 5% بتعمل ايه؟ بتقوم جايبة لستة وحطها على البي رول بتاعها او على جدول المرتبات وبتدفع لهم مرتباتهم وهم في بيوتهم علشان بس تتخلص. طيب احنا ايه التجربه اللي عملناها السنه اللي فاتت من خلال برضو الدعم الاماراتي؟ عملنا برنامج صغير كده اسمه حرفي. حرفي ده عباره عن ايه؟ ان احنا بندرب الناس، وبعد ما بندربهم على حرفه او مهنه يدويه بنديهم شنطه عده يبتدي بيها شغله في الحي والوسط اللي حواليه. فممكن جدا يبقى صيانه محمول، صيانه تكييف وتبريد، صيانه اجهزه منزليه. وبنسلم ده شنطة العدة يبتدي يدي السيرفيسز ديت للناس، أصدقائه فاميلي أو كده. طيب مين أشطر ناس كانوا فيها؟ ذوي الاحتياجات الخاصة. والإنتاجية بتاعتهم كانت تكاد تكون الضعف للأسوياء. يعني أشطر ناس أبدعوا في الحرف الخاصة دي كانوا ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكبر دليل على ذلك لو حضرتك قدرنا نتصل بأي حد من جمعية الأقزام في اسكندرية، فتحوا بنتيجة التدريب اللي خدوه وحدة إنتاجية كده صغيرة بينهم وبين بعض لصيانة التليفون المحمول، وشغالة زي الفل وما شاء الله عليهم. مش بس كده، في أحد الأصدقاء اللي أنا بعتبره صديق ليا وأتشرف بذلك اسمه كرم، فتح ورشة ووسع الورشة بتاعته وحول الورشة بتاعته، وهو متقاعد بس يعني أنا فخور بيه جدا، وسع الورشة بتاعته وجاب ناس عملها مركز تدريب صغير يدرب الناس على صيانة المحمول وشغال دلوقتي ما شاء الله عليه. فذوي الاحتياجات محتاجين بس ان احنا ما ننظر لهمش ان هم يعني يلا نديهم الفلوس دي وخلاص. لا، احنا من خلال تعاقداتنا مع الشركات ومع السوشيال انتربرينورز او اللي هم رواد الاعمال الاجتماعيين قدرنا نعمل بعض النماذج اللي لو تكررت هتحل ازمه حقيقيه وهتدي ذوي الاحتياجات الخاصه المكان المفروض ان هو يبقى موجود فيها، مش مجرد يبقى واحد على باي رول. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه وهاخد استاذه ليلى من القاهره، حقيقي صدقا وليست مجاملة، أول مرة في حياتي أتناقش مع ضيف كريم عن ذوي الاحتياجات الخاصة وصدق قوي اللي يعني مش أصدق يعني عفوا طبعا مش قصدي أن أنا أكون بكذب حد قبل كده، بس وصل لي قوي اللي حضرتك بتقوله لأنه ما فيهوش أي زي ما قلت مزايدة، وانتوا عارفين الناس دي طلباتهم ايه واحتياجاتهم ايه، ودايما في مقارنه بالتجارب السابقه ليهم. نعم. هم ابدعوا في ايه وقدروا يعني يبقوا يتميزوا كويسين في ايه. نعم. يتميزوا في ايه. نعم. نعم. انا بشكرك جدا. العفو. استاذه ليلى صباح الخير يا فندم. استاذه ليلى معانا على الخط؟ استاذ سليمان صباح الخير. صباح الخير. يا اهلا اتفضل. انا عايز معايا 2 مهندسين واحد محاسب، عايز اشوف ايه الملتقى ده والتوظيف بتاع اللي بيقولوا عليه ده. تمام ماشي. معاك 2 مهندسين وايه يا فندم؟ واحد محاسب تكنولوجيا معلومات. ربنا يبارك لك فيهم، دول ولاد حضرتك؟ ايوه. طيب تمام. ومعايا بنت بكالوريوس علوم. حاضر ان شاء الله. ماشي. ما شاء الله. ان شاء الله يا فندم تكون المبادره دي يا رب وش الخير على الناس كلها باذن الله. تمام. باشمهندس يعمل ايه ولا انا اتمنى ان هم يعني يشرفونا. وعايز اقول حاجه يعني برضو ده يدي مؤشر مهم جدا جدا. الناس قاعده مستنيه الفرص. بس مين اللي اتصل؟ الاب وده حصل حقيقه في مخاطره او كده. كنت تلاقي ان الناس اللي بتسحب الاستمارات وتملاها اولياء الامور ودي غريبه جدا، يعني هم قلبهم على اولادهم واولادهم ممكن يكونوا نايمينهم في البيت. فلو سمحتوا صحوا اولادكم، انا يعني رساله صحوا اولادكم وخليهم ينزلوا. طيب. ويثبتوا ان هم عايزين يشتغلوا بجد، وانا ادعو ان هو يجي الملتقى، ولو ما لقاش هيلاقي فيه ديسك موجود هياخد كل الطلبه، لو ما لقاش حاجه تتوافق مع تخصصه هيلاقي ناس تاخد زي ما اتفقنا البيانات بتاعته بالكامل وتدخلها على السيستم بتاعنا، واول ما يتوافر في
المهنة اللي هو عايزها أو القطاع اللي هو عايزه هيتم التواصل معاه. فهي مش بس ال 65 شركة دول احنا هناخد الداتا بيز وهنحتفظ بيها بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. ناخد أستاذ سليمان. صباح الخير يا فندم. أستاذ منصور عفوا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. يا أهلا اتفضل. والله لو سمحت أنا ما حضرتش يعني الكلام من الأول، وأنا عندي ابني معاه دبلوم وعايز أقدم له في المشروع ده، أعرف العنوان إيه بس؟ حاضر يا فندم خليك معانا. يعني برضه هدويج الملتقى ان شاء الله بالعنوان بتاعنا في المعادي لسه ناقلين، هو 2 شارع 164 في حدائق المعادي خلف المحكمة الدستورية العليا. تمام. تاني معلش يا فندم عشان برضه زمان هينزلوه على الشاشة. 2 شارع 164 حدائق المعادي خلف المحكمة الدستورية العليا. رائع. ده عنوان مجلس التدريب الصناعي. مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة. كل الواحد ممكن يعمله ان هو يجي حضراتكم عند حضراتكم يقدم السي في بتاعه. تمام. وينتظر منكم لو في فرصه عمل. اصح حاجه صغيره، هو مش محتاج يقدم سي في، هو هيملى ابلكيشن ورقه واحده. تمام. وهيلاقي ناس تساعده يملاها ازاي، ما يجيبش حاجه معاه ولا صور شخصيه ولا خالص خالص ولا صور ولا اي حاجه ولا اي حاجه، بطاقة كل اللي بس. انا محتاجه بطاقه. لان ده بيبقى في مرحله التشبيك اول ما بنلاقي الوظيفه المناسبه لي، لكن في الاول انا محتاج يبقى هو الابلكيشن بتاعته موجوده وبياناته تبقى سليمه. واكد على حضرتك اهم حاجه في هذه البيانات رقم التليفون المحمول اللي انا هبعت له رساله عليه طبعاً. والعنوان اللي هيجي له عليه خطاب التكليف بالوظيفه، فدول مهمين جدا بإذن جدا الله. فهيلاقي كذا واحد يساعده يا رب حقيقي. يعني والله العظيم انا بقدم الفقره وانا متحمسه كاني انا اللي هقدم عشان ادور على شغل، لانه كمان لو تعرف حضرتك جوه التليفونات العماله بتيجي لزمايلنا. استاذ صالح صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. ربنا يوفق الجميع يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب بمناسبه ايه؟ كل يوم يعدي علينا بخير يا رب. لازم لازم يعني نهني بعضك. طيب طبعا. انا صالح العوضي. اهلا بيك. على المعاش كنت في التعليم الفني قعدت حوالي من 42 سنه. ما شاء الله. عايز اتواصل مع الباشمهندس الغالي. معاك. باشا الشربيني. على اساس ان انا عندي قطعه ارض في قسم الساحل في القاهره. قطعه الارض دي انا تقدمت بيها للسيد رئيس الحي على اساس ان انا اعمل فيها مؤسسه للتدريب الشباب على الصيانه المنزليه على الصناعات الصغيره حاجه زي كده. فيا ريت ان يبقى في تواصل بيننا وبعض بحيث انها تبقى منفذ ليهم في منطقه برضو مليئه بالشباب ومليئه بالناس اللي هي بتدور على فرصه عمل. انا بشكرك يا استاذ صالح. في رد حضرتك؟ لو نقدر بس ناخد رقم التليفون اللي طيب. اتصل بيه من الكنترول ونتواصل معاه. شباب بعد اذنكم عايزين بس ارقام استاذ صالح دلوقتي، الباشمهندس محمود محتاجها. نعم. عشان هيتواصل معاه بعد كده. نعم. ناخد استاذ مصطفى. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يا اهلا اتفضل. اهلا بيك. معلش انا ايوه ملتقى بالنسبة للي هو الملتقى التوظيف، لو واحد زي حالاتي كده مستشار مالي بس سنه كبير شوية، هل ده في ممكن ان هو يلاقي فرص من فرص العمل او شيء من هذا القبيل؟ رائع سؤال. على فكرة جاي كتير جدا مش بس للأستاذ مصطفى. برضو هكون صريح، مش هيلاقي مش هيلاقي عشان بس ما أنا عشان دي مبادرة للشباب تحديدا، وعايز اقول لحضرتك يعني للشباب تحديدا والسن كمان معين تحديدا. انتوا محددين السن معلش نفكر الناس بيه بقى من 18 ل 35. وليه السن ده؟ عشان الناس بس ما تزعلش، احنا مش معناها ان احنا مهمشين ما اقل من ذلك او ما اكتر، بالعكس، بس هي دي اكبر نسبة بطالة في البلد طبعا. ولما حضرتك تعالجي مشكلة بتروحي للكور للاساس المشكلة. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخدم الشباب اللي محتاج وبيبحث عن عمل، فهو مش هيلاقي متوفر. والشركات القطاع الخاص من ناحيه المستشارين بيبقى ليهم طرق اخرى يحصلوا منها على مستشارينهم، لكن الاساس المشكله عندهم هم في مرحله الشباب. طيب اذا الاجابه واضحه. بنعتذر. انا بعتذر جدا. اللي فوق ال 35 سنه مش هينفع، لان هي يعني اللي فوق 35 يعني لو 36 يعني هيبقى 37 وعنده بوتنشال جامد ممكن، والسي في بتاعته قويه ممكن يتاخد. طيب. بس اللي ما هو بيتكلم على فوق المعاش او كده مش هيلاقي. دي صعبه يعني. بنعتذر يا فندم، بس برضو عشان احنا زي ما باشمهندس وضح يعني ليه التركيز على الفئه العمريه دي من 18 ل 35 سنه. استاذ محمد صباح الخير.
صباح النور يا فندم. اتفضل. بقول لك يا فندم حضرتك انا مسؤول احتياجات الخاصه ومن شبرا وعندي 29 سنه وعندي دلوقتي كل ما اروح وزاره القوى العامله ترشح من عمل يودوني قطاع خاص يقول لي خد 500 جنيه واقعد في البيت وتعالى خدهم كل شهر. تفهم حضرتك؟ وبرضه ودوني فندق السلام اللي في قصر السويس وودوني شركه اريكتور الصالح في 6 اكتوبر من غير اسامي شركات او فنادق يعني. ماشي تمام. ما انا لسه 29 سنه يا فندم وعقه حلقيه في ايديا ومتزوج. انت اللي فارق معاك ايه يا استاذ محمد اكتر؟ يعني انت فارق معاك انك انت مش عايز تقعد في البيت وتاخد فلوس كل شهر، انت عايز تعمل حاجه. انا اشتغل، انا متزوج، انا اقعد. طب شايفين والله بجد شايفين. يعني لا انا عايز اقول لحضرتك ان هو ده يعني مش بعض، كثير من ذوي الاحتياجات الخاصه بيعتبر دي اهانه طبعا. يعني ان انا اقعد في بيتي واخد وابقى مجرد اسم على جدول مرتبات دي بالنسبه له اهانه طبعا. والله انا بقول لحضرتك قسما يعني ان انتاجيتهم اكتر من انتاجيه الاسوياء سبحان يعني الله. سبحان الله، لان عندهم تحدي كبير. فانا بدعو الاستاذ محمد معلش برضو هتسيب رقمك لو سمحت واللي زي استاذ محمد احنا عندنا شركات بتشغل ذوي الاحتياجات بجد وبتدفع مرتبات معتبره بيتم تدريبهم حاليا في مركزين تدريب فقط بس هم دول المجهزين لذلك وبيتدربوا على احدث التدريبات الممكنه. فانا بدعو انه برضو يجي المعرض لو قدر يجي ان شاء الله، ولو ما جاش يجي لنا مقر المجلس عندنا واحنا هنوفر له، وانا ملتزم بذلك، هنوفر له وظيفه تليق بمستوى الاعاقه بتاعه. رائع. طيب انا بعد ما اخد مجموعه اتصالات برضو عايز اسال حضرتك، احنا بقى كصباح دريم احنا الحمد لله وش الخير بقى الحمد أيوة. لله الحمد لله ما شاء الله، الله يعني أكبر يعني الله اكبر ما شاء الله. عايزين نعرف احنا بقى كصباح دريم نعمل ايه عشان نساعد حضراتكم، يعني نكون منسقين ما بين حضراتكم وما بين برضو المواطنين اللي بيتصلوا بينا وعايزين برضو لسه يسألوا على المبادرات ايه والشروط اللي مطلوبة ايه والحاجات دي كلها. فده بس بعد ما ناخد بعض الاتصالات. استاذة سهير صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ابني عنده 30 سنة بس معاه بكالوريوس خدمة اجتماعية ومتجوز معاه 2. هل يلاقي فرصة تعمل عند حضرتك عندكم؟ ايوه يا فندم هتلاقي يا فندم خدمة اجتماعية. والله مش يعني اشتغل كتير بس ما توافقش يعني بروح خدمة اجتماعية اللي هو المعدة هاي الخدمة الاجتماعية. عندي بنتين ومتجوز مش ما فيش شغلات بقى 3 شهور. هيلاقي يا فندم بس يعني يا ريت يشرفنا في ملتقى التوظيف وهيلاقي حاجات ان شاء الله تناسبه باذن الله، ولو ما لقاش زي ما قلنا هيملى معانا الابلكيشن بتاعته واحنا ملتزمين ان احنا نوفر له باذن الله وظيفه اول ما يبقى التخصص بتاعه متواجد. احنا في ليه حد لينا حد ادنى في المرتب يا باشمهندس؟ 1200 جنيه 1200 جنيه للحد الادنى. ده الحد ممكن الأدنى. يزيد طبعا طبعا. انا بقول لحضرتك في ناس عايزه مهندسين مبرمجيات موجودين في الملتقى ومحاسبين ومديرين حسابات. مدام سهير خلي ابن حضرتك لو سمحتي يروح الملتقى الجمعة أو السبت بعد إذنك. أستاذ أحمد صباح الخير. يا أستاذ أحمد. أيوان تفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. كنت أنا بكالوريوس تربية قسم تكنولوجيا تعليم محاسب آلي. تمام. جامعة الزقازيق. ماشي يعني عايز تسأل كده. طيب بسأل باشمهندس انا برضو متعلم صنعة فني الكترونيات. هايل حلو قوي. بسأل بالنسبة للفني الكترونيات مع بكالوريوس برضو في المجال برضو يعني هو ما اكتفاش بس الشهادة تعليم. هو كمان ما شاء الله عليه هو كان وكمل بعد التعليم الفني في الجامعة طبعا هايل. طيب. وعايز اقول لحضرتك يعني الناس يعني بيتنافسوا كثيرا على الفني الماهر، ده اللي ناقص المصانع بجد يعني طبعا. موضوع الاداري عندنا مهندسين كتير بس ما عندناش فنيين كتير بالظبط كده. فهو ده ما عنده فرصه اكبر بكتير من اي حد تاني. فهو اكيد هيلاقي فرصه في الملتقى باذن الله. يعني. اذا الى الملتقى يا استاذ احمد الجمعه والسبت الجايين دول ان شاء الله. ما تروحش عليك. استاذه ايمان صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا بصبح لحضرتك وبصبح على الضيف بتاع حضرتك وقد ايه مبسوطه باللي انا سامعاه دوت والحماس اللي انا شايفاه. اوكي بس كان ليا سؤال كتير مهم لو سمحت. اتفضلي. هو دلوقتي بيتكلم عن العمر والسن. طيب من 18 ل 35
طب يعني معنى كده ان فوق ال 35 لما هو في ظروف البلد مش بتساعد حد ان هو يشتغل ويعني وده مش بارادتنا. يعني انا مثلا دلوقتي 42 تقريبا اوكي والو معاكي يا ايمان اتفضلي. لو حبيت ان انا اقدم الفرصه مش هتكون سنه حاليا علشان خاطر العمر. بصي هو باشمهندس محمود لسه رادد على الجزئيه دي وكل ده زي قلته يبقى ده الحل فين؟ طيب بصي لسه غلطه البلد ماشي. مع اني عندي خبرات جوه البلد وخارج الدوله كمان. هي متحمسه قوي بس هو باشمهندس محمود لسه رادد على الجزئيه دي بس انا هطله هستاذنه يعيد تاني الموضوع ده على حقيقي. انا مش مختلف مع حضرتك تماما في حضرتك بتقوليه طبعا بالعكس ده يعني الخبرات مقدره جدا جدا من اصحاب الشركات لكن احنا اتفقنا ان معظم الشركات القطاع الخاص حاليا بتسعى الى تشغيل الشباب وده حق مكتسب ليها لان في الاخر ده بزنس طبعا لكن الفرص قد تقل ولكن تعوضها الخبرات فلو في شركات عايزه الخبرات زي الخبرات بتاع حضرتك بالذات حتى لو خارج البلاد في بعض المهن لو كانت في التسويق في المبيعات في الحاجات اللي ممكن تبقى مرتبطه بدخل ده وارد جدا يبقى متواجد تمام. فانا ادعو الناس كلها يعني السن اللي هو ما فوق ال 50 وال 60 انا متاكد مش هيبقى ليه دور لكن ما فوق ال 35 بكام سنه كده يعني برضو يجي برضو. وحتى لو ما تفقديش الامل روحي برضو قدمي حتى زي تاني لو الملتقى لم يتوافر فيه متطلبات الباحث عن العمل برضو يكتب ابليكيشن عندنا وهيبقى موجود عندنا في الداتا بيز وهنتواصل معاه 100% رائع. بالاضافه حاجه اخيره بس عايز اقولها بالذات استاذه ايمان ان عندنا برامج اخرى في مجلس التدريب الصناعي مرتبطه بحاجات ممكن يتعلمها الفرد داخل بيته ويبقى منتج ويحصل على دعم كبير جدا من المجلس طبعاً. على ان هو لو ما لقاش وظيفه زي وظيفه جوه بيتك او منتج محلي واحد او كذا كذا برنامج اخر فوجود الباحث او الباحثه عن العمل انه يعملوا ابلكيشن اكيد حد هيتواصل معاهم ويشوف انسب حاجه ليهم ايه طبعا بقى. باذن الله. استاذ سامح صباح الخير يا فندم. عفوا يا فندم. يا اهلا اتفضل حضرتك. انا عاوز اعرف حاجه بعد اذن حضرتك ثانيه واحده بس اتفضل. واضح حضرتك مفيش شغل للصناعيه السمكريه. صناعية سمكرية مين اللي قال ما فيش شغل يا فندم؟ انت مش متابعنا من الاول ولا ايه يا استاذ سامح؟ معلش لسه فاتح التلفزيون ولا يهمك. طب اسمع رد باشمهندس محمود بس معلش بعد ما ناخد اتصالات تانية. انا بشكرك استاذ عليا. ايوه صباح النور. ايوه انا لقيت رد السؤال في اللي حضرتك ذكرتيه. طيب ماشي شكرا جزيلا. انا بشكرك عشان السن بس السن كان اكبر شويه. ماشي صباح الفل عليكي. استاذ محمد صباح الخير. معلش استاذ محمد تاني اتفضل. مع حضرتك محمد عبد الحكيم كنت شغال مرشد سياحي لحد شهر 8 اللي فات. تمام. دلوقتي السن بس اكبر شويه انا عندي 40 سنه. لسه متكلمين في موضوع السن ده يا استاذ محمد. لسه متكلمين. عندي اجاده تامه للغه الفرنسيه والانجليزيه. طيب هو الباشمهندس محمود كررها اكتر من مره انه السن المطلوب من 18 ل 35 سنه. وشرح ليه التركيز على الفئة العمرية دي ولكن ما فوق ال 35 سنة بكم سنة يعني لكن بنتكلم مثلا لغاية منتصف الأربعينات تقريبا أو حاجة لو في خبرات وفي شهادات وفي احتياج من سوق العمل للخبرات دي فيتم التغاضي عن السن فده ممكن. وبالتالي باشمهندس محمود بيقول ما تفقدش الأمل روح الملتقى بإذن الله الجمعة أو السبت برضو وتفرج عفوا وقدم وإذن الله يكون في خير. أستاذة نادية يا صباح الخير. صباح الفل يا حبيبة قلبي. اتفضلي. بس عايز اشوف شغل لابني بس يعني بقاله كام سنة قاعد في البيت من غير شغل وهو سواق ومعاه دبلوم صنايع. واخد بال حضرتك؟ ان شاء الله يا رب حتى يشتغل بتاع بوفيه مش هتفرق يعني. ربنا يا ربنا يا رب يطمن قلبك عليه يا رب. يا رب يا رب. احسن ناس اللي بتتكلم عشان ولادها دول. ده همهم ولادهم. طبعا يعني اتمنى يكون ولادهم عندهم نفس الاحساس ده يعني بالمسؤوليه طبعاً. الحقيقه بس هيلاقي ان شاء الله يجي ينور عندنا خدمات معاونه كتيره جدا متقدمه. طيب. فيجي قبل ما ناخد برضو اتصال استاذه سناء من اسكندريه نعيد العنوان تاني عنوان الشركه بعد عنوان مجلس التدريب الصناعي 2 شارع 164 حدائق المعادي خلف المحكمة الدستورية. طيب احنا كده نزلناه يا فندم على الشاشة قدام حضراتكم
اللي ما يلحقش الملتقى يوم الجمعة والسبت، مع اني انا افضل ان احنا نروح الملتقى نقدم فيه، بس اللي ما يلحقش لاي ظرف من الظروف يقدر يتوجه الى مركز التدريب في المعادي، والعنوان اللي على الشاشة يقدم، هيملى الابليكيشن هناك، مش مطلوب منه ولا يجيب سي في ولا صور ولا اي حاجة، يروح ببطاقته الشخصية بس وكله على الله بعد كده. استاذة سناء من اسكندرية، صباح الفل. ابنك عنده ايه يا فندم؟ لا الصوت واطي جدا من عندك، معلش حاولي تكلمينا تاني معلش وعلي الصوت. استاذ علي من اسوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيكم، ازيك يا فندم؟ حضرتك يا فندم؟ الحمد لله بخير، اتفضل. صباح الخير عليكم وبصب على جميع العاملين بقنوات دريم. شكرا ليك، وصل. الله يبارك فيكم وبصب على الاستاذ باشمهندس محمود. الله يبارك فيك يا فندم. حضرتك فندم صباح الفل، الله يخليك. سؤالك ايه يا فندم؟ انا خريج بكالوريوس ترميم اثار. بكالوريوس؟ اه بكالوريوس ايه؟ ترميم اثار. حضرتك ترميم اثار؟ اه تمام. ممكن الاقي فرصة عمل عندكم؟ سنك كام؟ 27 سنة. ترميم اثار ما اعتقدش هنا في الملتقى طبعا، بس يعني حاجة متخصصة للغاية. أيوة يعني حاجة دقيقة جدا. دقيقة جدا يعني. طب يجي المركز التدريب؟ يجي المركز برضو، يجي المركز، بس أنا عايز أأكد أن معظم الشركات هي شركات صناعية وتجارية وخدمية وسلسلة مطاعم وهكذا. التخصصات الصعبة جدا في أسوان، مع يعني قلبي جدا معاه الحقيقة، لكن برضو يجي المجلس عندنا أو يبعت لنا البيانات بتاعته من خلال الانترنت ونتواصل إن شاء الله بإذن الله ونحاول نوفر حاجة بإذن الله. أستاذ محمد صباح الخير. استاذ محمد. ايوه يا فندم حضرتك. اتفضل. الو سامعينك. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. والله يا فندم بس انا ليا اخ قاعد ما بيشتغلش برضه بلوم تجاره، واشتغل في ابناء علام مشوه، واشتغل في مش عارف نجوش مشوه. عنده كم سنه؟ عندك بس عايزين له فرصه عمل بعد اذنك. عنده كم سنه؟ عنده 27 سنه. 27 سنه. هيعمل ايه يا باشمهندس؟ يجي يوم الجمعه والسبت ان شاء الله، ودبلوم اكيد هيلاقي له شغلانه هناك ان شاء الله باذن الله. هو واضح ان الدبلومات والفنيين والحرفيين والمهن دي الاكثر اقبالا من قبل سوق العمل. ده حقيقي، وهو ده اكثر ناس عايز طلب. انا من ال 15000 وظيفه 10500 وظيفه ليه مؤهلات متوسطه فيما اقل، فدول ليهم فرص اكبر حقيقه في الملتقى القادم باذن الله. رائع باذن الله. استاذ هشام صباح الخير يا فندم. صباح النور حضرتك. انا اسمي هشام مصطفى، انا سني 56 سنه. ربنا يديك الصحه. وانا مش بدور على وظيفه او فرصه عمل. لا انا بقدم اقتراح. انا عندي اتليه، عندي محل تفصيل ملابس في وسط البلد. حلو. اللي انا بقوله ان احنا ممكن نساهم بان في شباب ممكن تجيبوهم ندربهم ونعلمهم مهن، وبعد ما يتعلموا المهنه دي ممكن في البيت، ممكن في اوضه، ممكن في مكان صغير ينتج هو بقى عمل، ما يبقاش بيشتغل عند حد برأس مال بسيط جدا جدا جدا. يعني ممكن الناس اللي انتوا بتدوروا لهم على شغل بالضبط، احنا ندربهم ونعلمهم الشغل ده هوت كويس. وممكن يبقى محتاج امكانيات بسيطة، يعني انا بالنسبة لي ممكن ابقى محتاج حاجات بسيطة جدا عشان اعلمه، وهو بعد كده ما يتعلم او هي بعد كده ما تتعلم مش هتروح تدور في وظيفة ولا تأمينات ولا حلو. اسال حضرتك سؤال بس يا فندم، يعني حضرتك بتقول احنا، قصدي حضرتك فقط ولا احنا دي تشمل ناس كثيرين ممكن نستعين بيهم؟ بص حضرتك، احنا دي بتشمل مهن كتيره جدا 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 واقفه او تكاد تكون اتدمرت بسبب حاجه بسيطه، ان مش لاقي ناس تشتغل. تمام. يعني انا في مجال الخياطه مش لاقي ناس تشتغل. في مجال مهن كتيره جدا حرفيه مش لاقيين ناس تشتغل. ليه؟ انت بتروح دلوقتي للترزي بيقول لك سيب لي الحاجه لسه كام يوم لان ما عنديش حد يشتغل. ده كتير جدا، ومش بس الترزي حضرتك، والنهارده علشان لمبه مش عارف ايه ولا سلك في البيت عمل تدوري على كهربائي مشكله صعبه جدا، تدوري على سباك صعبه جدا، نجار وخريجين كليات وخريجين معاهد فنيه بس مش حرفيين مش مهني، فمحتاج ان هو يتدرب مع حد كويس، وفي تدريب باجري، يعني مش لازم التدريب دوت يكون مجاني، يعني في خلال 3 شهور ممكن الشاب او البنت
يكون بيعرف ازاي ياخد محاسبات ويقص ويعمل باترون الفكره رائعه يا استاذ هشام، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم، بشكرك جدا. الفكره اعتقد اكليبل يعني ممكن تتطبق. احنا بنعملها الحقيقه مع المصانع الكبيره، بس انا اللي عاجبني ان هو بيتكلم ان انا عندي اتيليه، يعني هو حاجة صغيرة وعنده رغبة في انه يدرب ناس، فلو ده عممناها ده منتشرين كتير جدا على الجمهورية. فأتمنى برضو التواصل معاه لو اقدر. طيب اخد رقم تليفون ونبي ناخد رقم استاذ هشام نسجله بس عندنا برضو لو سمحتوا. استاذة سناء رجعت لنا من اسكندرية، يا صباح الفل، اتفضلي بقى. النبي عشان خاطر اسمعيني، ربنا يخليكي، اتفضلي بس علي صوتك. ابني معايا، ابني معاني في الصنايع 5 سنين بتروكيماويات، زائد بكالوريوس رقابة جودة، زائد ان هو قد الجيش الخدمة العسكرية اللي عليه، والمفروض يبقى ليه اولوية في اي حاجة. كل زمايله اللي ما دخلوش جيش اتعينوا في كل المجالات، حديد وصلب وبتروجيت وكل حاجة، وابني نفسيته تعبانة مش لاقي له اي شغل، بيروح برج العرب على 1200 ابص الاقيهم 800 جنيه ومواصلات ابني تعبان نفسيا عشان خاطري اي حاجه. بعد الشر عليه وربنا يطمن قلبك عليه يا رب. طب اسمعي بقى رد المهندس. يعني انا الله يخليكي، انا عايز ااكد بس على حاجه. هو حضرتك ذكرتي الحديد والصلب وحضرتك ذكرتي بتروجيت، انا عايز ااكد ان الوظائف المتاحه هي وظائف في القطاع الخاص وبضمانات حكوميه، يعني انا الضامن، انا في الاخر بمثل الحكومه. لو حصل ان اي حد من اللي ان شاء الله يتقبلوا في الملتقى في الجمعه والسبت تم انه يحصل على دخل اقل من اللي احنا متفقين عليه، يجي فورا المجلس عندي، لان هم عارفين الشركات اللي جايه واللي بتتعاقد مع مجلس التدريب الصناعي عارفه انها بتتعامل مع الحكومه وهترجع في دعم صادرات، في سجل صناعي، في سجل تجاري، فمش هتقدر تتلاعب. ولو حصل حاجه زي كده احنا نستطيع تماما احكام الرقابه على هذه الممارسات طبعا. وبالتالي ارجو، وده دعوه للشباب الواعي، ان لو احنا اتفقنا على حاجه من خلال الملتقى او من خلال المجلس عندنا في المقر الرئيسي وتم تجاوز هذا الاتفاق بشكل او باخر، يرجع لنا فورا واحنا نتخذ الاجراءات التصحيحيه حالا. بس ارجو ان احنا يعني تبعت ابنها بس للملتقى لو سمحتي، وان شاء الله باذن الله نوفر له الفرصه يا رب باذن الله. استاذه سعاد صباح الخير يا فندم. أنا صباح الخير حبيبة قلبي. اتفضلي. أنا بتصل عشان حاجتين، عشان أنت ما شاء الله إنسانة بشوشة جميلة حلوة. ربنا يخليك يا رب. والله كده مش مجاملة يعني. ربنا يكرمك. في نفس الوقت عشان أقول أنا مرات ابني معاها ليسانس خريجة المعادي أكاديمي. وبس هي معاها بيبي، هل ممكن لو فعلا كان ليها نصيب في الوظيفة ان هي هتتوائم مع ابنها الحضانة؟ لان احنا مش عايزين يعني بيت يكون فيه تأثير او فيه هدم طبعا بسبب الوظيفة، وهي محتاجة للوظيفة. سؤال مهم قوي على فكرة، وخلانا كمان نروح لفكرتين. فكرة انه مش بس الام والاب، والله ده الحما كمان يعني اللي قلبها على ابنها ومراته، هي الاسرة في النهاية، فربنا يبارك لهم فيكي. الحاجة التانية، لو فعلا سيدة متزوجة ومخلفة، ازاي ممكن حضراتكم تساعدوها في توافق بقى مواعيد العمل؟ انا هطمنك بشكل عام، هطمن الناس بشكل عام. من ضمن الشروط اللي احنا بناخد الشركات في البرنامج بتاعنا انها بتطبق قواعد العمل الرسمية، وبالتالي كل دوت معمول حسابه. فمن حق المرأة طبقا لقانون العمل انها تحصل على ماترنتي ليف، او اللي هو ماترنتي ليف اللي هو وضع يعني اجازة الوضع، وكل الشروط الخاصة بساعة الرضاعة والحاجات دي كلها، كل الشركات المقدمة بتتوافق مع قانون العمل المصري، مفيش مشكلة فيها خالص. لكن القصة بقى في ايه؟ ان انا في ناس كعادتنا بتحاول تستغل دوت، يعني يبقى انا عشان انا حامل فانا همشي بدري ساعتين، انا همشي مش اجي متاخره ساعه، الكلام دوت غير مقبول في القطاع الخاص بالمر. الممارسات اللي قد تكون سهله شويه في الحكومه الشركات اللي هيقابلوها مش هتقبل بده. تمام. فالالتزام وارد، بس هم هيلتزموا بقانون العمل المصري الخاص بالحضانه. يعني هي السيده نفسها لو سواء وضع في وقت الحمل او ما بعد الولاده، لو حاسه ان هي قادره جسمانيا ونفسيا ان هي فعلا تدي الشغل، مش هتكون في عرقله لظروف البيت إطلاقاً. عندها من قبل جهه العمل اطلاقا. طيب إطلاقا. ناخد استاذ عبد القادر. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضل. انا عبد القادر من الجيزه، لو سمحت كنت عايز اسال بس على المكان الملتقى والعنوان.
تاني هنقوله. اتفضل يا باشمهندس. مكان الملتقى في قاعة الصندوق الاجتماعي للتنمية في أرض المعارض، الدخول من عند باب صلاح سالم، والعنوان المجلس 2 شارع 164 زي ما هو موجود خلف المحكمة الدستورية العليا. رائع. يوم الجمعة والسبت القادم. يوم الجمعة والسبت الجايين على طول إن شاء الله. يلا يا شباب، يلا يا مصريين، يلا كل أم وأب شجعوا أولادكم يروحوا يقدموا. يلا قعدة البيت وحشة. العناوين موجودة على الشاشة كمان، ده اللي كنت عايز أقوله. أستاذ حسني من الإسماعيلية، يا أهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف الكريم. أشكرك. الله يبارك. انا عندي ولد عنده 33 سنه وبدرس بتاعه محاسب، كان شغال في شركه خاصه ولظروف معينه، ظروف معينه ساب الشركه، يعني الضغط كان عليه جامد، فعاوز اسال سؤال. محافظات مصر برضو ممكن ولا القاهره بس؟ ده سؤال مهم جدا. تمام. الملتقى اللي موجود حاليا، الملتقى الموجود حاليا للقاهره، يعني الموجودين يعني في القاهره، يعني الوظائف اللي فيه للقاهره، بس مع اعتبار مهم قوي، ان عندنا سلسله شركات وبالذات المحلات التجاريه دول فاتحين في كافه محافظات مصر ومنتشرين في كافه محافظات مصر. فانا يعني لو يستطيع انه يجي في عندنا يجي، لو لا يستطيع احنا كده كده البلان بتاعتنا او الخطه بتاعتنا ان احنا هننزل ال 27 محافظه خلال السنه الحاليه. فاكيد محافظات القناه ليها اولويه كبيره عندنا، السويس واسماعيليه والمحور سيناء كله نتيجة المشاريع الكبيرة اللي هتتم هناك، وبنطور حاليا مراكز التدريب اللي تابعة لينا واللي تابعة لهيئة قناة السويس، وعملنا تطوير كبير قوي ليها خلال الفترة اللي فاتت بتمويل من وزارة الصناعة علشان نستوعب المهن والحرف في المحافظات المختلفة. فأنا يعني بدعو لو يستطيع ان هو يجي الملتقى، يجي برضو الملتقى لانه هيقابل سلسلة محلات ممكن يبقى ليها فروع في الإسماعيلية. حلو جدا. ولو حتى لو ما كانش يقدم لنا الابليكيشن بتاعته، احنا عندنا في اسكندرية شغلنا كتير في اسكندرية، عايز الإسماعيلية. اقول لحضرتك رقم مهم جدا للسادة المشاهدين، ان نسبة التشغيل السنة اللي فاتت في مشروع مصر الإماراتي كان 33% منها في الصعيد، 33% كانت في الصعيد. فده رقم كبير جدا. رائع. فاحنا شغالين في كل محافظة. رائع. أستاذة مروة، يا صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضلك، هو أخويا دبلوم صنايع وشغال في ورشة خراطة، يعني مكابس معادن. تمام. خراط. تمام. تمام. وهو عنده 27 سنة. حلو ماشي. يعني حالا دلوقتي باشمهندس يقول المجال ده ليه ولا لا، بس هناخد معلش أستاذ محمد كمان. صباح الخير يا فندم. طيب أستاذ نبيل. أستاذ نبيل صباح الخير. طب أستاذ محمد بقى بس من اسكندرية، صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. حضرتك اتفضل. أنا فندم عندي 28 سنة، معايا دبلوم صنايع قسم نسيج. قسم نسيج. نسيج. قسم نسيج. تمام. تمام. واشتغلت، المهم كنت شغال في برج الأحمر. بص، هو الباشمهندس محمود اول ما سمع نسيج عمل كده، يعني اللي هو ده عز الطلب، يعني نتمنى، يعني نتمنى انتوا ترضوا، بس ارجوك ارجوك ترضى. يعني انا بس عايز اطمنه، الخراطه والنسيج والدبلوم التجاره والدبلوم الصنايع، كل دول هيلاقوا 100% هيلاقوا في الملتقى التوظيفي. بس انا عايز اكد على حته النسيج دي بالذات، وعايز اطمن الناس، لان يعني واخد سمعه الملابس الجاهزه والنسيج مرتباتهم قليله والوركينج كونديشنز او ظروف العمل غير مناسبه والكلام ده. الشركات اللي مشاركه في الملتقى مختلفه تماما. انا بقول كده، الشركات ملتزمه بكل الشروط اللي هيلاقوها، هتلاقي كل شركه عارضه هي بتقدم ايه، والشاب بيقيم بنفسه. فالنسيج بالذات مطلوب جدا. ده هو احنا ممكن، انا جالي رئيس الغرفه صناعات الملابس الجاهزه المهندس محمد عبد السلام، قال يا محمود لو جبت لي 20,000 واحد بكره هوزعهم لك بكره، بس الناس ما بتجيش في ملابس الجاهزه نتيجه السمعه يعني. فانا بدعوهم ان هم يجوا ويشوفوا اللي متقدم ايه، وان شاء الله هيلاقوا لهم فرصه بسهوله باذن الله. يعني. يا رب باذن. والخراطه وكل الحاجات دي. استاذه وفاء، يا صباح الخير يا فندم. ايوه صباح الفل يا حبيبتي. اتفضلي. انا ابني عنده 23 سنه. تمام. خريج اداب، ليسانس اداب قسم لغه ياباني، ما شاء الله، ومعاه دبلوم انجلش ومعاه دبلوم كمبيوتر. برافو ما شاء الله.
فهل يا رب يا ترى نلاقي فرصة عمل؟ هو مش لاقي شغل يا فندم يعني خالص. ماشي يعني حضرتك مستغرب. انا مستغرب جدا الحقيقه يعني هو برضو تخصصه نادر للغايه واكيد اللغه اليابانيه اكيد مطلوبه بالذات الشركات اليابانيه. ده الرئيس يا مدام وفاء طالع اليابان باذن الله، طالع طوكيو اخر الشهر ده. شفتي يعني بقى يعني اكيد هيلاقي، لان اكيد في شركات من الشركات المتواجده هتقدر هذه الخبرات يعني، وفرصه اكيد هتبقى كبيره يعني. اتمنى برضو ان هو يشرفنا ان شاء الله باذن الله. مين معانا يا شباب؟ استاذ محمد، يا اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا فندم محمد من الجيزة يا فندم. أهلا بيك. دلوقتي يا فندم أنا عندي 34 سنة وشهرين، ماشي، وكنت شغال في السياحة في شرم الشيخ، وطبعا بعد ما السياحة هبطت ما بقاش في شغل. أخويا دبلوم صنايع وكان شغال 4 سنين في شركة القاهرة وغاز مصر. تمام. غاز القاهرة وغاز مصر. وبعد كده كان شغال مع مقاول. وبعد كده كان بياخد 27 جنيه يوميا على امل اللي هو يتعين في الشركه. جه وهو شغال في الشركه وهو راجع ظهره عمل حتى وظهره ايه اتشرخ. لا اله الا الله. حاولنا ان احنا نرجعه تاني، ما قبلوش الموضوع يا فندم عشان ده مقاول وما يهمه اللي هو يشتغل ويديله انتاج طبعا، ولا متامن عليه ولا حاجه. طبعا ولا متامن عليه ولا حاجه. وحب اللي هو يروح رئيس مجلس الاداره علشان يعرض عليه الامر، اترفض الموضوع ومفيش حد قبله ولا حد رجعه. وقاعدين احنا ثلاث شباب قاعدين لغايه دلوقتي مش لاقيين شغل ولا اتجوزنا. يعني انا 34 وشهرين والتاني 33 وحاجه وهو ده 30، ولا خطوبه ولا جواز ولا شغل ولا اي. هتفرج باذن الله يا استاذ محمد، واسمع برضو رد الباشمهندس. يعني انا يعني طبعا الف سلامه على اخوه، وبالنسبه له هو والاخ الاخر يجوا يشرفونا. بالنسبه يعني لاخوه اللي عمل حادثه ده اكبر دليل ورساله للناس اللي تقول لك انا برضو مهما حصل اشتغل في القطاع الحكومي. ويرضوا الشباب ان هم يشتغلوا بعقود مؤقته على امل يتعينوا بعد سنين وما بيحصلش، من غير تامينات صحيه ولا تامينات اجتماعيه، وفي الاخر ممكن يحصل اللي حصل. انا بقول القطاع الخاص والفرص اللي موجوده هتامن عليك اجتماعيا وهتامن عليك صحيا وهتديك ظروف عمل مناسبه فيها كل السيفتي وكل الامان الوظيفي. فتعالى وشوف التجربه وقيم اللي معروض بنفسك وبعدين نبقى نتحاسب بعدك باذن الله. وان شاء الله باذن الله الشركات اللي بتتعاقدوا معاها ال 65 شركه اللي موجودين في الملتقى او فيما بعد اللي هيجي لكم المقر مركز التدريب نفسه، بنتكلم في تامينات باذن الله. حضرتك ذكرتها بس انا باكد عليها بالكامل. يعني الموظف مش هيحس بالغدر انه لو لا سمح الله جاله اصابه عمل او اصابه حتى ايا كان خالص. يقعد في البيت كده خالص وما يلاقيش شغل خالص. طيب استاذه بسمه من اسكندريه، اتفضلي. يا اهلا بيكي. لو سمحتي انا معايا بكالوريوس تجاره ومحاسبه. حلو. وبقالي من 2011 متخرجه ومش لاقيه شغل نهائي عشان طالبين انجليزي في كل حته. عشان عاوزين انجليزي؟ اه. وانت الانجليش مش قوي قوي فيه؟ لا انا يعني بس مش تجاره انجليزي بقى عادي. بنفك الخط يعني. طيب يا بسمه ماشي. طيب. ما معهاش لغه. ما دي اللي انا قلته ان لو تم الموافقه المبدئيه نقدر في خلال فتره زمنيه وجيزه نتدرب بقى بالظبط كده، ومش هتتكلف حاجه. يعني طيب. لو هي رجعت شافت شركه وعايزاها وقالت خلاص انا هاخدها، بس يا محمود يا مجلس تدريب صناعي ده ناقصها انجليزي مثلا، اهدي 3 شهور او ناقصها كمبيوتر او ناقصها اي سكيلز اي سكيلز. مهارات ثانيه بالظبط كده. تمام اوكي قدمي يا بسمه. سميه، استاذه سميه اتفضلي. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 33 سنة وبكالوريوس خدمة اجتماعية. حلو. هل أنا هلاقي حاجة لأن أنا خريجة 2003؟ 2003 100%. اه. الباشمهندس محمود بيقول لك بإذن الله 100%. إن شاء الله. قدمي يا سمية. خديجة، أستاذة دعاء الأول. أستاذة دعاء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا زوجي معاهل فوق عالي فوق متوسط، وهو دلوقتي معاه قسم هيدرولوجي، وهو بقاله يعني كتير والله، بس هو عنده 38 سنة ومحبط خالص، معاهل فوق متوسط. طيب اولا بس احنا مش عايزين احباط، ربنا كبير قوي، وزي ما في حاجات تحبط قوي في البلد في حاجات تانية برضو حلوه هي عماله بتحصل الحمد لله، وفي ابواب كده باذن الله خير عماله بتتفتح. فمبدئيا ما فيش احباط. طيب
ده مبدئيا. باشمهندس محمود كان رد على حالة قريبة للي انت قلتيها يا أسماء، حتى لو 38 سنة يقدم إن شاء الله، يقدم الجمعة والسبت، يروح يقدم في الملتقى في أرض المعارض مدينة نصر. أستاذ محمود من هنا، يا صباح الفل. أهلا، صباح الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك، أنا مواطن من طمة، من سوهاج. من طمة، بلدياتي والله. اتفضل. ربنا يخليكي. حضرتك، في طمة دي كان زمان يعني في العصور القديمة معروفة بصناعة النسيج والكلام دوت، وفي بدأت يعني الصناعات دي بدأت تختفي. يا ترى ممكن في أي مثلا مساعدات بحيث نعيد أحياء التراث القديم بتاعنا دوت؟ حلو قوي، حلو قوي السؤال ده. ايه رايك يا باشمهندس؟ موجود يا فندم، انا متشكر جدا على والله السؤال دوت. احنا بالذات في انا يعني انا احنا بنتعامل مع جمعيات، هو طمة مش انا كده، انا قلت له بلدياتي عشان طمع. انا من طمة، من سوهاج. طمة من سوهاج، انا معلش انا اللي فهمت غلط. احنا بنعمل فعلا الموضوع دوت من خلال التعاون مع الجمعيات الاهليه. منظمات المجتمع المدني شاطره جدا في الحته دي، وشاطره في الحتت اللي ممكن الحكومه ما تعرفش انها موجوده اصلا يعني. هو فهم بيعرفوا يوصلوا للناس بشكل افضل بكتير قوي. فاحنا عندنا في الصعيد جمعيات بتدرب على الحرف التراثيه والحرف اليدويه، ومدعمه بالكامل من وزاره الصناعه، من المجلس عندنا. وفي نهايه التدريب بنتفق مع الجمعيه انها تقوم بالعمليات التسويقيه لصالح الافراد اللي اتدربوا عندها. رائع. فده متواجد. تمام، باذن الله. ام محمد اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ابني حضرتك واخد كلية تجارة. تمام. محاسب. فعايزة له شغلة حلوة الله يخليه. بإذن الله هيروح الجمعة والسبت الجايين يا حاجة محمد للملتقى اللي قال عليه الباشمهندس. أخدتي العنوان؟ عرفتي العنوان فين؟ فين حضرتك؟ في أرض المعارض. أرض المعارض؟ اللي في مدينة نصر. مدينة نصر. هيدخل أرض المعارض، هيسأل على ملتقى مركز التدريب الصناعي. مجلس التدريب، مظبوط. مركز التدريب الصناعي. هيدخل بإذن الله في كده ورقة كبيرة اللي هي أبليكيشن يعني كده استمارة، هيملاها بس ويكون معاه البطاقة الشخصية بتاعته بس كده، ولا هيدفع فلوس ولا هيطلب منه أي حاجة تانية. ماشي يا أم محمد. أستاذة هدى، صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بعد إذنك، أنا ابني خريج حقوق، هل لي فرصة عمل؟ المحاماة والحقوق. هتلاقي يا فندم، هتلاقي في الملتقى محاماة. هتلاقي في الشركات برضو مطلوبين طبعا. انا عايز بس يعني برضو اكد لحضرتك، قلتي لان كان في ممارسات كده السنه اللي فاتت ما كانتش ظريفه، موضوع الفلوس. الاستماره مجانا، محدش يدفع حاجه لحد، محدش يستغلها بشكل غير مش مطلوب مناسب. غير البطاقه الشخصيه فقط للي بيقدم، مش هيطلب منه ولا مليم. استاذ عبد العزيز من سوهاج برضو، يا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا ولدي، انا خريج شريعه. شريعه. خريج أزهر. ما شاء الله. تمام. عاوزين له وظيفه. ليه شريعه عندكم ولا ملوش؟ شريعه خريج الازهر، ما حدش اتكلم قبل كده على الموضوع ده. لا، هل في طلبات؟ لا، مش هيلاقي في الشركات ال 65، مش هيلاقي دوت. بس خليه يقدم عن طريق المجلس، متهيألي ممكن نلاقي حاجه عن طريق المجلس. طيب استاذ حاج عبد العزيز من سوهاج، ما تخليش ابنك يروح الملتقى ده لانه غالبا مش هيبقى فيه حاجه ليه، لكن تروح المجلس اللي العنوان برضو هينزل تاني على الشاشه. بالزبط. اللي في المعادي. بالزبط. مين استاذ محمود من الشرقيه، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل. انا اعرف حضرتك، انا اعرف الضحكه الجميله دي من 2009 بجد والله. ربنا يخليك. 2009 انا كنت في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. لا، وحضرتك كنت مديرتي يعني، انا اتعلمت الضحكه دي من حضرتك والله. ربنا يعزك ويخليك يا رب. بشكرك. شكرا. شكرا ليك. اتفضل. انا كنت شغال في السياحه في فندق القاهره. انا معايا دبلوم صنايع، واخدت معايا انجليزي وايطالي وروسي. تمام. وجت الثورة، ومن يوم ثورة الغضب حضرتك انا قعدت طبعا وكده، يعني اضطريت عشان انا متجوز وكده. القطاع السياحي كله اتأثر بعد ثورة يناير دي حقيقة، ولغاية النهاردة بيعاني. تمام. فاضطريت ان انا اتعلم حرفة، فتعلمت فدخلت في الحرفة النقاشة. تمام. فانا دلوقتي انا معايا انجليزي وروسي، انجليزي وايطالي وروسي، وعايز يعني انا يكون ليا مكان وكده ولا يعني. انت دلوقتي معاك مهنه السياحه اللي انت اشتغلت فيها بالفعل، ومعاك النقاشه اللي انت اتعلمتها.
وانا معايا شهادات خبره، انا قعدت 8 سنين ومعاك شهادات ومعاك لغات. انا بشكرك يا استاذ محمود، هسال على الجزئيه دي لو حد عنده كذا سكيل بقى في مجالات مختلفه يقدم ابلكيشن واحده ولا كذا ابلكيشن، ده سؤال مهم. بس ناخد مين يا شباب؟ مين من الزقازيق؟ استاذ احمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اتفضل. كنت عايز اتحول على هوا، هينفع الناس تحول على هوا؟ ايوه معاك يا فندم اتفضل. مع حضرتك تمام. بالنسبه عندي لمشكله السياحه، امتى ممكن تتحل؟ لا هو ده يعني بره السياق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، بس هي قطاع السياحه زيه زي القطاع الاقتصادي زي حاجات كتير قوي يعني لسه بنزق فيها يا فندم. هي مشكله السياحه اصلها كبيره شويه، هي يعني انت بتتكلم على هي كذا حاجه الحقيقه في المنظومه السياحيه دي، اخرها موضوع الدعايه، عشان في ناس فاكره ان احنا محتاجين بس نعمل اعلانات ودعايه بره مصر، هي اخر حاجه احنا محتاجينها موضوع الدعايه. نعم، في عندنا حاجات تانية كتيره ممكن نبقى نتكلم ان شاء الله في موضوع تشجيع القطاع السياحي ده ازاي نحاول نزقه مره تانية عشان الملايين اللي بتعمل في هذا القطاع. معانا ام حماده صباح الفل. يا ام حماده ايوه معاكي. الو اتفضلي يا فندم. من فضلك، انا بنتي تربيه فرنساوي تمام مدرسه، بس هي فيها عيب خلقي كده في وشها شويه، كل ما تروح مدرسه بيشفدوها. حبيبتي ربنا يبارك لك فيها يا رب يعيش. وهي يعني مش وحشه، بس ما اعرفش ليه المجتمع كده. احنا عندنا حاجات كتيره عايزين نصلحها في المجتمع، عندنا حاجات كتيره قوي عايزين نصلحها يا محمد، من ضمنها ان احنا يبقى عندنا اقتناع انه الشكل مش بايدك، دي حاجه لا الشكل ولا الصحه بايدك، دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى اللي بيديها لك. لكن اللي بايدك سلوكك واخلاقك، ده اللي انا ممكن احاسبك عليه. لو جات لكم يا فندم خليها تجي لنا لو سمحتي، انا ارجوها انها تيجي. ارجوها حماده بنتك لو سمحتي تروح الملتقى الجمعه والسبت. معانا استاذه فوزيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير على جمالك وعلى حلاوتك. يا رب يعزك ويكرمك. النهارده مشاهدين مدلعيني جامد والله. انا ابني عنده 35 سنه ومنجده فرنج. 35 سنه وايه؟ ومنجده فرنجي. منجده فرنجي تمام. فهو عايز فرصه عمل، ممكن يلاقي؟ هيلاقي ان شاء الله في الملتقى باذن الله. الباشمهندس محمود اكد اكتر من مره، يا ريت كل اللي عندهم الحرف دي والصنعه دي يروحوا يقدموا، نقاشه، تنجيد، سباكه، نجاره، كهرباء، كلهم يروحوا يقدموا يا فندم، محتاجين ال 65 شركه محتاجين. استاذه اميره من البحيره اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا دبلوم صنايع فني قسم كهرباء، متخرجه السنه دي لسه، معايا دبلوم، فليا هيكون ليا وظيفه ولا لا؟ اتفضلي يا باشمهندس. طبعا يعني بالتاكيد، يعني ما كل زي ما حضرتك تفضلتي المهن والدبلومات المتوسطه وما تحتها دي فرصهم اكتر بكتير، 10,000 وظيفه. وزي ما بقول لحضرتك، حتى لو ما كانش موجود متاح التخصص اللي الاستاذه او الاستاذ عايزهم، دول سهل جدا نقدر نعمل لهم الالكترونيك ماتش ميكنج من على السيستم عندنا، دي سهله، عندنا إيه؟ وظائف اكتر من اللي معروض في الملتقى. ففي جميع الاحوال انا اتمنى ان هم يبقوا متواجدين باذن الله. باذن الله. اخر اتصال هنلحق ناخده معلش، لان احنا وقت فقرتنا انتهى من حبه حلوين. مين يا شباب؟ استاذه عواطف من الاسماعيليه. يا اهلا بيكي. انا عواطف اسماعيليه مع حضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي اتفضلي. معلش بعد اذنك حضرتك، بقى ابني خريج معهد منشات بحريه قسم شعبه كهرباء ورادار تمام، ومن سنه 2003 وعنده 30 سنه دلوقتي ومتجوز وعنده عيلين ومش لاقي برضه شغلانه. ربنا يطمن قلبك عليه. يعني احنا مثلا عايزين له اي حاجه تبع الهيئه مثلا في اسماعيليه، على اساس هو اساسا شعبته كهرباء رادار وهندسه. طيب بصي، هو الباشمهندس محمود اتكلم على موضوع الشغل في المحافظات ده، بس مفيش مانع نستاذنه ويعيد تاني عشان في اسئله كتيره بتيجي كده. الملتقى اللي جاي دوت مخصص غالبا للقاهره الكبرى، لكن احنا هننزل المحافظات كلها، وخلال ال 12 شهر اللي جايين ان شاء الله، ال 11 شهر اللي جايين، وهيبقى في شركات معانا في كل محافظه من المحافظات، هنعمل ملتقيات 12 ملتقى في المحافظات المختلفه، وهيبقى كل ملتقى يضم 3 أو 4 محافظات محيطه، فان شاء الله هننزل هناك، والتخصص بتاعها ده مطلوب، مش مطلوب، بتاع ابنها مطلوب. وان شاء الله باذن الله، انا كل بدعو اللي مش هيقدر يجي يدخل على الموقع الالكتروني
ويعمل الابليكيشن وان شاء الله باذن الله هنلاقي له وظيفه حتى رب. قبل ما ننزل الملتقى ممكن تعمله الماتش ميكنج. طب اخر سؤال لحضرتك يا فندم اللي انا كنت كتبته بس عندي كان من احد المتصلين اللي وعدناه هنرد عليه. لو حد عنده اكتر من مهاره يعني متخرج من جامعه في معاه شهاده ومعاه صنعه ومعاه لغات معينه يقدم اكتر من ابلكيشن ولا حاجه واحده؟ هي ابلكيشن واحده لان الابلكيشن عندنا ليها كود فانا احنا بنشتغل بالكودنج وموجود في الابلكيشن كل المهارات اللي هو عايز يحطها يعني هو يستطيع في الابلكيشن يقول مثلا ان انا يعني مع المفارقه الكبيره ان هو معاه نقاشه وفي نفس الوقت معاه ثلاث لغات منها الروسي مثلا فيكتب ده والابلكيشن هيكتب والسيستم هيفهم ده بحيث ان احنا اي حاجه يتعمل معاها تشبيك على السيستم سواء نقاشه هيطلع لي اسمه سواء روسي هيطلع لي اسمه سواء ايطالي هيطلع لي اسمه فكل دوت في ابلكيشن واحده بس رائع. واتمنى ان هم ما يتعملش اكتر من ابلكيشن عشان التكرار لان بياخد مننا مجهود يعني كبير التصفيه يا جماعه ما نفتكرش مش كتر ابلكيشنز يعني يا جماعه مش هبلاش نكتر منه والنبي نركز كل واحد يملى استماره واحده بس اكتر من استماره دي ممكن تجيب نتيجه عكسيه انه السيستم الكمبيوتر ما يعرفش يدي لك الكود بتاعك ويعمل لك التشابك او التوافق مع التخصصات او المهن اللي محتاجه لحد زيك فكل واحد يمضي استماره واحده بس. انا بشكر حضرتك جدا ده انا يعني بشكرك جدا يعني مش مصدق يعني مش متخيل كده يعني ما شاء يعني الله يعني ربنا يجعل كل الـ 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 الجهود دي يا رب في مكانها وبنشكرك جدا باشمهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بوزاره الصناعه جزيل الشكر لحضرتك يا فندم جزيل الشكر ليكوا الحقيقه وبتدوا امل حقيقي لشباب البلد وكفايه الاباء والامهات اللي اتصلوا والحموات اللي اتصلوا بحماس جدا وحسوا انه ايوه بقى يعني احنا عايزين نشتغل. نعم ليا طلب اخير بس عند حضرتك ان اللي زينا وبيعملوا حاجات كويسه في البلد كتير جدا بس الناس مش واخده بالها يعني للاسف ان زخم الاحداث وضبابيه المواقف الحاليه دلوقتي مش مركزة على الحاجات الكويسة فأتمنى أتمنى أن من حضرتك ومن علاقات حضرتك بالإعلام والقنوات الأخرى يتم التركيز على المبادرات اللي بهذا الشكل بإذن الله علشان نقول الحقيقة احنا مش بنضحك على حد نقول الناس الحقيقة في كده وفي كده وقيم بنفسك أتمنى ذلك وده يعني. تاني معلش أنا بضطر أستغل الفرصة وأقول ده تاني الدور اللي احنا بنقوم بيه في صباح دريم بقدر استطاعتنا وبندعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا يا رب في كل مساعينا دي اللي هي الهدف منها قبل ما تكون الشغل والإعلام الهدف منها ان احنا بإذن الله نحاول نساعد بحاجة وده دورنا فكرة ان احنا نبص على الحاجة الإيجابية مش بس الحاجة السلبية نفس الفكرة اللي كنت بقولها في أول الحلقة نفس فكرة ان احنا ما نقعدش نبص كتير قوي على السجادة الحمراء وننسى بقى المشاريع والوحدات السكنية اللي كنا رايحين نفتتحها بعد ما نعدي على السجادة الحمراء هو ده المثل اللي انا عايزه اضربه. جزيل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه. الفقره الثانيه اللي اتكلمنا على حضراتكم مع حضراتكم عليها ازاي نحمي نفسنا من خطر التجسس الالكتروني مع كل التقدم التكنولوجي والالكتروني اللي في العالم اي ست ممكن تبقى شاكه في جوزها كده ازاي ممكن تحاول تطمن تسحب الموبايل بتاعه بس هو نايم مش عايزين مشاكل. بعد الفاصل خليكم معانا. وسائل التواصل الاجتماعي ما بقتش مجرد وسيلة ترفيهية للتعرف بين البشر وتوطيد العلاقات الإنسانية والتبادل الثقافي بل تحولت إلى خطر تجسس لا يستهدف خصوصياتنا الشخصية فقط بل وصل لمرحلة خطر الأمن القومي. حذر خبراء أمن المعلومات من مخاوف تتعلق بانتهاك الخصوصية والأسرار العليا للدول بما يضر بالأمن القومي للدولة وشعبها. وتشير تقارير دولية عن أن أدوات التواصل الاجتماعي ومنها تويتر وفيسبوك تستخدمها جهات مجهولة للتنصت على الأسرار بدءا من الأفراد العاديين وانتهاءا بالرؤساء والزعماء وكبار المسؤولين بالدول. وبغض النظر عن النية أو سبب المراقبة أو التتبع إلا أنه في النهاية هو نوع من التجسس لا يوافق عليه المواطن ولا الدولة. أسمع موضوع التجسس وسرقة حسابك على الفيسبوك بس طبعا الكلام ده ما حصلليش قبل كده وحتى هو كحساب عندي ما يفيدنيش بأي شيء حتى لو حد بيتجسس عليه
فيش حاجه يعني تستخبى. التجسس دوت انا ما سمعتش عنه، انا كل استخدامي في الفيسبوك والكلام دوت تواصل مع اصدقائي وبس. اصل الحاجات اللي الواحد بيشيرها او كده حاجات عاديه، مش حاجه مش تدعو يعني التجسس عليها مش هيفيد حد يعني. هو اصلا العالم كله اصبح دوله صغيره، يعني عباره عن دوله صغيره، مش محتاج ان اللي يتجسس مستني فيسبوك. لو وصلوا مثلا للفيسبوك مثلا في امريكا هيقدروا مثلا فعلا يتجسسوا من خلاله، لما هل كل الدول بتقدر تعمل ده ولا لا؟ معرفش. وهو الامر اللي بتسعى ليه الحكومه لوضع سياج امني لحمايه مواطنيها ودولها من هذا الخطر اللي دخل بيوتنا بتاشيره مننا. يبقى زي ما سمعنا في التقرير دلوقتي انه بالفعل وسائل التواصل الاجتماعي ما بقتش دلوقتي مجرد وسيله كده ترفيهيه، حاجه انترتينمنت الناس تتعرف بيها ببعض، ولا تبادل ثقافي ولا معاكسات. يعني الموضوع عدى من كده بكتير. الموضوع دلوقتي فيه خطر حقيقي انه بيتحول لخطر تجسس، مش بس بيستهدف ممكن خصوصياتك الشخصيه، رسائلك، صورك، حاجاتك الشخصيه، معلوماتك، الكلام ده، لا ده كمان بنتكلم على خطوره كبرى على الامن القومي لبلدك وللمنطقه كلها وللعالم الحقيقه كله. ليه خبراء امن المعلومات بيحذرونا من التهديدات دي؟ ليه شبكات التواصل الاجتماعي ممكن تكون فعلا خطر؟ معقولة فيسبوك اللي أنا بفتحه كده على طول أحط فيه صورة وأكتب فيه ستيتس ممكن عن طريقه يبقى فيه مشكلة على بلدي كلها؟ يبقى فيه أمن قومي بيتهدد بالخطر؟ ممكن أنا نفسي تسحب كده معلوماتي كلها وحاجاتي الشخصية من حسابي على تويتر مثلا؟ ده ممكن يحصل، ده ممكن يحصل بناء على ما يراه خبراء أمن المعلومات. ضيفنا الكريم اللي منورنا في هذه الفقرة المهندس وليد عبد المقصود، الباحث التقني واستشاري أمن المعلومات. يا أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك، صباح الخير. وإيه المقدمة النارية دي اللي هتخلي ستات مصر كلها تزعل مننا؟ ده مش دي بقى كانت اللي قبلها، لما قلت لو شك في جوزك وتحب تراقبيه ولا حاجة خليكي معاه. كان بيحصل على فكرة، تسيب جوزها جاي من الشغل يبقى نايم، تاخد الموبايل يبقى ليها علاقة كويسة جدا بمهندس واحد شاطر شوية، تقول له خد شوف لي التليفون ده عشان عايز اراقب بنتي، فهو يروح من هنا الشغل بتاعه، فاول ما يبعت رساله لحد تاني تجي له النسخه التانيه على تليفونها. في منتهى انتهاك الخصوصيه. انتهاك خصوصيه مين؟ لما اعرف ان جوزي بيبعت رسائل لواحده غيري بنتهك خصوصيته؟ طبعا. لا والله اطبطب عليه، والله اطبطب عليه. ينفع يعمل العكس؟ صعب. ايه ده ولا ده؟ لكن ده كان في اوروبا. ماشي. يعني ده كان موجود، لكن غزو اوروبي في مجتمع عربي معاصر. احنا عايزين نواكب التطور، لكن احنا يقول لك مواقع التواصل. طب انتوا تعرفوا ان قبل الفيسبوك بخمس سنين كان في مواقع تعارف، ومش مواقع تواصل، اسمها مواقع تعارف، زي هاي فايف مثلا وامثله كتيره جدا. كان في تعامل وتعارف ما بين الاشخاص بشياكه. انا زميلك في العمل، احنا الاثنين مثلا بندرس في كليه واحده. هو ده التعارف، هو ده التواصل ما بينهم وما بين بعض. لكن اشهر مواقع التواصل اللي هو الفيسبوك غزا الوطن العربي، وما فيش حد الا بيعمل اكاونت اللي هو الحساب على الفيسبوك. اول ما يعمله عن طريق رقم موبايله او عن طريق الايميل ينسى انه يامن الحساب ويعيش بالباسورد القديم اللي هو 1 2 3 4 1 9. اغبى 100 باسورد ليهم لسته طبعا، من 1 ل 9 9 ل 1، ايه مش عارف ايه، او يكتب اسمه في حاجات كده، تاريخ الميلاد، الكلام ده كله. تاني حاجه، معلوماته كلها موجوده على العام للعامه. المعلومات دي اصلا في مواقع التعارف قبل ظهور الفيسبوك بخمس سنين، عشان الفيسبوك او الموقع اللي هو التعارف يوصلني بيني وبينك واحنا ما نعرفش بعض، يقول لك ايه الشخص ده ممكن تعرفه. ليه؟ في نقطه وصل بيني وبينك اللي هي مكان العمل او الدراسه، اللي هي دلوقتي زيها زي في فيسبوك بيبل يو مايت نو. تمام. اللي هي الناس اللي احتمال تكون تعرفهم، لكن الناس السلبيين بقى والناس اللي او يو ماي نو. سوري يا استاذ كامل، بيبل يو ماي نو يا استاذ كامل، سوري. يقول لك ان السوشيال انجينيرنج، الهندسه الاجتماعيه، انت الباسورد بتاعك اللي انت اخترتيه مدرسه انت فيها، فمدرسه كذا، فانت حاطاه اصلا للعام، انا عارف، فاجي اعمل ريكفري للباسورد، اغير الباسورد، اكتب الفيسبوك يقول لي ايه، ايه اسم السؤال، ايه اجابه السؤال السري، فما انت اصلا كاتباها، فانا عارف، فاقول له خدت الباسورد،
دي لا أول تاني. لا جزئية لا. لسرقة حسابات الفيسبوك لا تاني لو أنت معلوماتك الشخصية بقت للعامة. طب أنا مثلا على فيسبوك حاطة أن أنا مثلا حاطة صورتي، حاطة اسم مدرستي، حاطة أنا بشتغل إيه دلوقتي، حاطة ماريد أو سينجل أو كومبليكيتد أو أيا كان الحالة الاجتماعية إيه. تمام حلو. إزاي ممكن حضرتك تتجسس عليا عن طريق شوية معلومات اللي أنا حطها دي؟ الوعي الثقافي والتوعية التكنولوجية اللي عندك الليفل بتاعها معدل 50-60%، فمستحيل أنت تقولي إن المدرسة بتاعتك هي دي إجابة السؤال السري. لكن في ناس تانية بتختار أول سؤال وأول إجابة معروف هي إيه. بتحب تاكل إيه؟ ابن خاله عارف فابن خاله يخترقه. ساكن فين أو إيه أفضل إعمامك أو مين أفضل خلانك من خلانك كده مش عارفين. آه بس في أسئلة تانية حتى الإيميلز بتسألها مزبوط. ودي صعبة زي مثلا books you love reading أو يعني مثلا الكتب اللي أنت بتحب تقراها دي مستحيل أقدر أعرف. هنا بقى إحنا نعمل توعية. ده أنا معرفش أنا حسابة. أنا ممكن أحط الجواب إيه لنفسي أنا إزاي أعرف لك. هتنسي لازم تجاوبي على سؤال سري أنت حافظه وفهماه ومقتنع بيه. إحنا نتكلم في من ضمن اختراقات أمن المعلومات هي ثغرات إن أنا أعرف الإجابات السرية لحسابك. ودي بتيجي منين؟ من العلاقة اللي بيني وبينك والعلاقة اللي مدت مثلا بقالها شهر سنة فبتكلم معاك فعرفت كل التوجه بتاعك وانت بتحب ايه على الول بتكتبي ايه. ما هي ايديولوجية كل واحد معروفة من الرصد بتاعه. مثلا انا كتاباتي اغلبها سياسي او اغلبها ديني مزبوط. او اغلبها ساخر او خلاص أي كان. اجيب الساخر واجيب افضل الكتب وانت بتطلع عليها واجيب الكلام ده في لستة. ما انا مش عايز اشرح احنا بنوضح بس وبناخد الكلام ده بشغل برمجة بينتاج خصيتك يعرف يخترق حسابك. طب الاقوى من كده ان انا اوجه لك على حساب بتاعك حاجه انت بتحبيها كاتباها من شهر بتحب انت كافي ميكس خلاص عرفت انت بتحب كافي ميكس او مطلع لك اعلان على الول عندك استهدفك وتضغط على الكافي ميكس. ايه ده ايه ده بس ازاي انت تطلع لي اعلان؟ اطلعه لك ازاي الاعلان ده سبونسرد ازاي انت تطلعه لي؟ اطلعه لك يعني انت اخليك انت طب الفيسبوك بيعمل كده ازاي؟ فيسبوك عشان عنده البرامج اللي بيدخل منها اعلانات. الناس ثانيه عندها برضه الموضوع ده شق اساسي تجاري وبيكسبوا المليارات مش الملايين. عشان اقول لك ايه ثروه الفيسبوك او ايه ثروه المواقع التواصل الاجتماعي من الكلام ده واخد الداتا بتاعتك وبيسوقها كويس قوي. بعد كده استخباراتي هما شقين اول حاجه التجاري وبعد كده جزء معين سياسات داخليه عندهم. طب انا كمواطن لو اثبتت ان فيسبوك بيعمل كده ما انا ليا الحق ان انا اروح ارفع قضيه دوليه على ما فيسبوك ما تقدريش لسبب ليه؟ لان الاختراق مصرح انت مصرحه للفيسبوك ينتهك خصوصيتك في انشاء الايميل فاحنا مسخرين ليهم دلوقتي. اتنين انت عشان تدخلي على ابلكيشن على الفيسبوك والالعاب زي المزرعه السعيده والحاجات دي اللي انتشرت السؤال بيقول لك ايه اللي خبراء بقى الامنيين هي ليه اللعبه دي موجوده؟ موجوده عشان تعمل شعبيه وتلم كام مليون واحد ما عندوش درايه اول ما يدخل على اللعبه ويلعب ويعمل انفيتيشن مثلا لاصدقائه وفي ثقه متبادله بينه وبينك ونلعب انا وانت اونلاين خد مني ما يشابه الباسورد اسمه اكسس توكن. المسمى ده خطير جدا في امن المعلومات. لو خدت منك سطر برامج زي الباسورد بتاعك اقدر اشوف كل حاجه واتحكم في الحساب بتاعك واقدر ابعت لك الاعلانات الموجهه ومن هنا انتهك خصوصيتك بالاختراق المصرح. الشخصيات العامه المذيعين زي حضراتكم رجال الشرطه رجال الامن لما الاكسس توكن بتاعه يكون متاخد لجهات بره ده في منتهى الخطوره. طبعا. طب يكونوا من كده ساعات بيستهدفوا احيانا رجال الشرطه والقضاء والجيش وكده ان هم بيعملوا بقى تراكنج بقى بيعملوا تتبع اول ما بيفتح الفيسبوك اللوجن بتاعه ده دخل منين بيتعرف اللوكيشن بتاعك غير حتى لو جي بي اس مالوش دعوه بالجي بي اس كمان لكن اللوكيشن بيحدد المكان بيحدد المكان. يعني انا بعرفه دلوقتي انت في وسط البلد لا انت في اسكندريه انت في اسوان صح؟ ليه السؤال بقى لو انا عرفت ان انت في اسوان ففي شركه هناك بتقول ان سياحيه فيقول لك ايه اول ما تخش اسوان شركه كذا 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 للسياحه مش عارف فاستهدفك انت. ليه شركه اسوان تعمل اعلان مدفوع الاجر في القاهره؟ ما مش هيبقى ما مش مهم. فشوف الربط تجاري واستخباراتي. فاحنا ازاي بقى نامن نفسنا؟ طيب الالعاب اللي على الفيسبوك او على السوشيال ميديا خطر في جدا. منتهى الخطوره تصريح خطر والفيسبوك جدا. اذا كان في تعاون ما بينه وما بين الدول العربيه فده جميل لكن الدول العربيه وخصوصا مصر بتعاني طيب. من الرد المتاخر من اداره الفيسبوك. طيب انا للاسف الشديد ان وقتنا خلص فبعد اذنك معلش في حدود 30 ثانيه هتقول نصيحه اخيره لكل مستخدمي الانترنت تحديدا مواقع التواصل فيسبوك وتويتر
نعمل ايه علشان نبقى مطمئنين انه انا ما بعملش حاجه تخلي حسابي ممكن يخترق وبالتالي اشكك فيها خطوره على حياتي وعلى حياه عيلتي وعلى حياه بلدي، يعني على بلدي. هما ممكن نقول حاجتين في 10 ثواني 10 ثواني. اول 10 ثواني اي لعبه اي ابلكيشن بيجي عندك على الوور مستهدف ده استهداف تجاري او استخباراتي خارج الدوله، ده حاجه يعني من بره. اتنين خلي بالك من موضوع التجسس والتراكنج اللي بيحصل عن طريق السوشيال ميديا. اليومين دول احنا لازم نعمل اضافه للمتصفح حاجه اسمها برايفسي باد جير. الباد جير ده لو انت عملت المتصفح صعب ان انا اخترقك شويه، يبقى في اساليب اصعب شويه. فانا ازاي يعني اامن نفسي؟ التنميه المجتمعيه من خلال السوشيال ميديا احنا عندنا افتقار في مصر. احنا على مشارف، شوف التصريح ده بقى، ازمه مجتمعيه رقميه قد تصل للفضيحه، بمعنى الابتزاز الالكتروني مشهوره فيها احدى الدول العربيه مع جهات خارجيه. لما يبتزوا مجتمع زي مصر وناس ما عندهمش درايه وينتكوا خصوصيه مثلا مؤسسه شركه كيان كبير وياخدوا الموظفات دي كل اسرارهم، مش ده كده مصيبه؟ فده من نوع الهجمات اللي احنا داخلين عليها، هجمات الجيل الرابع. اللي هو ايه يعني؟ دي فعلا من حروب الجيل الرابع كمان. ده حقيقه. اتنين موضوع الاتاك اللي بيحصل من خلال خارج مصر، يعني هو كلام واسع. أنا بشكرك جزيل الشكر مهندس وليد عبد المقصود الباحث التقني واستشاري أمن المعلومات. صحيح الفقرة كانت مدتها قصيرة ولكن المعلومات اللي أخذناها فيها مهمة جدا، إنه ده مش كلام بنتهيأ لنا، أنت فعلا ممكن عن طريق تويتر وفيسبوك والإنترنت أن يتم اختراق حياتك الشخصية ويكون فيها كمان قلق على الأمن القومي من جهات خارجية، يعني حتى أجهزة استخبارات خارجية، يعني حتى أنت دولتك نفسها ما عندهاش الإمكانيات أن تتراقبك. نعم. زي الناس اللي بتقول. نعم. لا حاجة أخيرة، الفيسبوك أو موقع التواصل الاجتماعي أي خبر مشهر بيه مش موثق، مش موثق، محدش يقول انا جبت الخبر من على النت. انا بشكرك جزيل الشكر باشمهندس وليد، وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على متابعتكم لينا لحلقه النهارده. ان شاء الله يا رب دايما صباح دريم يكون مع حضراتكم في كل حاجه فيها امل وطاقه ايجابيه باذن الله نقدر دايما بنقدمها. بكره باذن الله لقاء جديد مع زميلتي مها موسى تقابل حضراتكم، وانا ان شاء الله ارجع اقابل حضراتكم السبت المقبل باذن الله يا رب لو لينا عمر في صباح دريم.